ده لايف بكره كمان على فكره. ما انا شفتهم قالوا النهارده وبكره. نقعد بس اقول لكم ازاي اشارك في البطوله وكده، وبكره هنشارك. الموضوع سهل، هنوزع بس اكواد، نعرف الشباب ان في بطوله بكره ونوريهم ازاي يشتركوا فيها. بس حفظت انا الكلمتين، هطلع بقى ايه. احنا طلعنا لايف، احنا طلعنا لايف. ايه اللي انا بعمله ده؟ هلا هلا، منور الدنيا يا صديقي. ثانية واحدة بس، النهارده كل دور هكسبه، كل دور حرفيا هكسبه. هو مؤاخذة مش مزاج اصلا ان انا العب، فانا اللي هلعب العب على الترابيزه ب 10 مليون. كل دور هنكسبه نقوم نوزع نرد هنا فريم ثلاثه، حسب ما احنا كسبنا كام، كسبنا كتير هنوزع اكتر. فعايز اشوف تفاعل، عشان ما فيش تفاعل مش فيش توزيع خالص. انا مش ممكن نوزع. والناس اللي معايا ديسكورد طبعا هتلعب لعبه السنه دي في الاخر لو طلعنا كسبانين. الكومنتات طلعت فوق كده ليه؟ ولا انا بيتهيألي انزلي تحت. منورين اخواتي، منورين اصدقائي. نروح على اللعبة. قبل ما نروح على اللعبة نطلع على الديسكورد كمان، حنل هناك رجالة. ماشي من المليون. لا مش دي، هي دي. بص انا مش عارف افتح لك البرميشن انك تتكلم هنا كيتو، ف انت فاهم الدنيا. لو في حد من الادمنز فاتح ممكن نخليه يحطك في الرول. هنا نشير على اللعبة، الدنيا زي الفل. طبعا بيقفلوا الكومنتات فاحنا نفتح الكومنتات. بس الدنيا حلوة كده، هنطلع هنا وهنطلع على الفيسبوك وهنوزع هنا وهنوزع هناك والدنيا هتبقى حلوة. ما وعدتكوش ان انا هوزع هنا ملايين، بس هوزع كده كده هنا. ايه الاكواد احنا بادئين لها في 300 مليون، نسحب مثلا 15 ونشوف الكلام على ايه. دي الأمور زي ما هي، لا الترابيزات زي ما هي. جيتو قال لي واحد يفتح لي المايك. لا ده مش مزاجي، مش أنا اللي متحكم في المايك. شالت بقى رجالة. أيوة الراجل اللي بيتكلم كلام زي مظبوط وصح الصح، الراجل اللي بيتكلم في مظبوط يا باشا. أنا لما طلعت اللايف على الديسكورد هنجت معايا شوية، فأنا هحاول أقلل الجودة بتاعتها. في حاجة أوسخ من كده يا ريت. أيوه شكرا جدا، احنا طلعنا كده لايف على الديسكورد بأقل جودة ممكنة عشان اللايف اللي على الفيسبوك متهنكش، وفي نفس الوقت انتوا بيسحبش منكم من الباقة كتير. حلو كده، حلو كده. بس الشكوى عنا هي الاتنين، هنشوف الكلام على ايه. نحسب من اولها، كنت عامل حسابي على الفلاش بس اول كده فلاش. والله انت ليك وحش يا عم، انت فينك يا احمد عبد الله؟ الاخير وحيد حبيبي محمد سعيد، منور الدنيا يا صديقي. اللايف كده ظبطت صح؟ الناس اللي على الفيسبوك تعرفني كان اللايف ظبطت ولا لا؟ والله صعب، كان بعمل حاجة مهمة كده اكيد كيتو عارفها يعني، واول ما خلصت فتحته ما اتأخرتش. الصمت ده حد يمنشن الادمن. طيب استنى انا عم بشوف اين انت حماقة. لا محمود اللي فتح. possible for him to get tickets finally. ايوه ايوه possible عادي زي الفل. انت بتعمل ايه شويه والنبي من بوركينا فاسو؟ انت بتتكلم على صفحه اللعبه عربي فاسيا. نور وحيد حبيبي، نورك حمو، نورك. الناس اللي قاعده هنا وهنا بتتنافس علينا، مفيش الكلام ده، مفيش الكلام ده يا باشا. احنا جايبين منشورات، ما طابعين لنا منشورات قبل ما نطلع اللايف عشان نعرف مين معاه التيكت ومين معاهوش. اصلا حتى يعني لما اختاركم مش هبعت لكم على طول الاكواد،
انا لسه هبعتها للشركه، والشركه تاكد ان انتوا مش معاكم اكواد وتروح بعتها لكم. فمحدش يقول لي هتكود ومش هتكود، احنا هنسحب بس في اللايف، بس مش هنوزع في اللايف. اللي هنوزعه في اللايف اكواد الملايين وملايين بس، ومش باين لها ملايين، احنا عمالين نخسر. سعر المليار كام؟ هتلاقيه على الواتس، صح؟ ابعت رساله على الواتس هتلاقي الاسعار نزلت لك على طول. بس هو عموما يعني ب 2750. بنورك يا زميكي، بنورك يا رايق، بنورك. واضح ان مفيش حد دلوقتي على الديسكورد يفتح لكم مايكات يا شباب، فمعلش بقى حد من الراجل يجي، هضطر ان انا اقعد وحيد، كلب زي الكلب. حبيبي يا علي، حبيبي من ذوقك يا معلم. اما احنا لسه بس في الاول نعوض، احنا لسه خسرنا عشان نعوض، بس بنقول يا هادي. بس لو نشوف الورق اللعبه بت الناس الحلوه دي، ياه هقول امنياتي بالسهوله دي، السهوله دي ناقصنا ولد بس. لو نزل قلب هنزعل على الولد حتى لو نزل لنا. العب على الترتيب ولا استنى؟ اوكي كده هينزل فلاش، ما اظنش نازل الترتيب، نكتبش على بعض والله. هو نزل الفلاش، نزل الفلاش بالسولوس يعني، بس الولد اصلا كسب تو بير. صباح الهبل، صباح الهبل. في واحد كان قال لي بعد التحديث الورق اللي بيكسب كله اتغير بقى حاجة تانية غير الطبيعي، فمش فاهم لسه كلامه بس ابتديت افهم. عملت شير على فيسبوك واخدت بان ساعة وجيت هنا تاني. تسلم لعادل، تسلم عادل، تسلم عادل. اهم حاجة الناس اللي بتاخد تعمل شيرات دي يا جدعان، والله ناس محترمة. بالمناسبة دي ما تخلينا نشوف مين اللي بيعمل شيرات. الرجالة حلوة اللي عملت شيرات، يوسف دودة او لودة، احمد عبد الله، زياد احمد، وعادل محمد، وعبد الله عماد. عمو عمل شوية شيرات بس ايه، ما اعتمدش الشير يعني. يعني حسب ولا انا بيتهيألي وصلنا 50 مليون، لسه ما شفناش دور واحد حتى. يعني لو مكسب وخسارة مش، لكن كده كده اللي تقدر. الله، طب يعني هو الورق ده اللي هيكسب يعني؟ انا نادي ينزل ورق زي الزفت، مش عارف نلعب بالورد والله. لا نلعب بيه يعني، هو ده الورد اللي هيكسبنا يعني. ماشي، بس اللي بيكسبوا بيكسبوا بورقة عبيطة يعني، فمش عارف هل دي حاجة في التحديث مثلا ولا ايه، مش عارف انا، ولا هو العيب فيا انا في الاكونت ولا ايه، مش عارف. الله، شكل التحديث عاملها مع الناس بقى. اتاري الزمان بتعيط. لا انا امه واخد نص مليون فلوس، هم نص مليون ابيع. بصوا يا جدعان، تيجي مع الهوب ليه؟ مع الهوب دول احنا دلوقتي هبلنا وكسبنا، طلعنا كسبانين من الليله دي 15 مليون. وانا قلت لكم اي مكسب هيتوزع في ساعتها 15 مليون. هنختار قول كام كسبان؟ 3 كسبانين، 2 من الفيسبوك وواحد من الديسكورد، عشان الديسكورد مفيش ناس كتير. احنا هناخد ايه؟ اسماعيل احمد عشان من اول الناس معانا، وهناخد مصطفى محمد، دول الاثنين اللي من الفيسبوك. قبل ما يفتحوا نروح نقلنا واحد من الديسكورد. حاضر ثانية يا جدعان، ثانية يا جدعان، نغير الحاجة، نغير البتاع، نغير ايه؟ ايوه حلوة دي. ناخد مثلا عادل، عادل محمد من على الديسكورد. يبقى كده احنا قلنا اسامي تلات الفور، كل واحد بعتله 5 مليون، فال 15 اللي احنا كسبناهم دول نشوف بعد كده الكلام على ايه. طيب معاك اهو يا جدعان، بس لو مفيش تفاعل خلاص بقى. لحد دلوقتي مفيش تفاعل، بس انا مديكم فرصتكم، عشان احنا لسه اللايف ساعتين، وهنقعد نلعب ساعتين ونوزع ساعتين، ونرد على الكومنتات هنا ونرد على الكومنتات هنا، فانا تعب الاعصاب كله مش ببلاش. قال لا شوية تقدير شوية تفاعل. الناس اللي قاعدة ميتة على الديسكورد تروح على الفيسبوك تعمل أي حاجة وبعد كده ترجع. يعني أنت أنا غديت، مش هينفع أبعت لك غير 3 مليون ونص، لازم أسيب مليون ونص في الأكونت يعني. استنى استنى، عشان رغم إن أنت غتبت عليا، بس يلا صرف فيك حاجة علم مننا ونستنتج معاه. راجل كبر مخك، عايز يعمل 5 مليون يعني.
يلا دور كمان، دور كمان. لا بعتنا للتلاتة نفر، احنا خدنا الأدوات. يلا بينا، أنا مين عندك؟ أنا عامل الشراء وحيد لسه بقى محمد، مش هشوف كل شوية شوية كده وراح أشوف، شوية وراح أشوف يا صديقي. هو الأدمن في الديسكورد ده ولا لسه يا جدعان؟ لسه ما جاش، ما اقدرش اديله لسه، ما اقدرش. انا كان معايا ورق ايه اصلا؟ مش شفته؟ لا لا شفته شفته، انا كنت عايز لسه. انا معاك فيس وديس، انا دبشه، انت دبشه طول عمرك، طول عمرك دبشه، معناش فلاشات. بس الورق تحس ان هو بيقول لك انا هنزل لك ترتيب، واحنا اتفقنا ان اللي بيكسب ايه؟ الورق الحقير. نشوف له ورق ولا نرميه؟ مفيش شافوش، مفيش شافوش ورق، هنرميه. سألنا الترتيب بالخمسة وبالستة مش بالاس والبنت، لا لا خمسة وبالستة. واحنا قلنا كل دور هنكسبه نقوم نوزع. استنى، احنا 37 واحد في اللايف، 36 واحد في اللايف يا جدعان، ما ينفعش الكلام ده. بلا توزيع. نغرم ونقعد نتعب نفسنا ونتعب اعصابنا ليه؟ لما يبقى في تفاعل نوزع. لسه قدامنا كتير، قدامنا كتير، وهنوزع كمان اكواد الشراكات في البطولة 120,000 يا جدعان. هو انت انتوا عارفين يعني من البوست اللي نزل، واضح ان هم نزلوا بوست. اظبطوا الكلام، مش هظبط انا كمان الكلام. وزع اكواد انت مش هوزعها خالص، ولو وزعت مش هختار رقم صلاح عشان انت بني ادم ثقيل يا جدع. بص بص، انتوا لو كنتوا متفاعلين يا دين امي، يا دين امي لو كنتوا متفاعلين بس يا جدعان، كان زمان الموزع مرتين اهو. بصوا يا جدعان، لما العدد اللي على الفيسبوك ده يطلع ل 80 80 واحد فيور يعني في اللايف، هيبقى نوزع. ما طلعش خلاص مش هنوزع خالص، هنوزع بس الاكواد اللي هم مدينا وزعوا خلاص على كده. نركز بقى على الديسكورد، رجاله منوره ومظبطه الكلام. وايه ده؟ هطلب منكم ايه؟ هطلب منكم تفاعل لايكات؟ مفيش لايكات. هطلب منكم ايه يا ولاد الذين؟ مفيش حاجه تطلب منكم، مفيش، مكوش نافعه كده والله، مكوش لازمه، مفيش منكم منفعه. ناقص لنا الاربعه، ناقص لنا الاربعه بس في نفس الوقت ممكن ينزل قلب اسود يفشخنا كلنا. خلينا نتك على الصبر كده. بين 44 راجل جدع في اللايف منورين اخواتي. نلعب ونستنى الأربعة ولا هو معاه فلاش؟ أكيد هو معاه فلاش، أكيد مش هنغامر احنا في حاجة زي كده معروفة. يجوا فيس يعملوا لايكات وشيرات ويرجعوا تاني. حلوة الفكرة والله يا عبد القادر، حلوة. يعني انتوا كده أكيد عارفين صفحة كونكر دومينو يعني على الفيسبوك. ايه المشكلة لما تروحوا تعملوا لايك واتنين شير تلاتة شير في جروبات حلوة كده متفاعلة وترجعوا هنا تاني؟ مش هنخسر حاجة والله، هي دي واحدة بس وترجعوا، دي واحدة. فلاشتين وترتيبين يا جدعان، والعشرة والشايب، انا بحب العشرة والشايب اصلا، بس الورق بيقول لك هيخسر. انا كنت عارف والله العظيم، لعبه لذينه، بحبها. بص بموت فيها اللعبه دي. العب ايه بس، العب ايه بس سيلفستر، تخليك فيها العب. عايزين كود عناية الاثنين، لما يبقى في تفاعل هوزع كسبانين. صح، احنا لسه قدامنا بتاع ساعتين في اللايف، فما استعجلش على حاجه. يا ريتك ما لعبت، ما انا عارف، ما انا عارف ان الورق هيخسر، بس الورق لازم العب بيه. بص بص القرف، بص القرف، مفيش فلاشايه، مفيش اي حاجه. ده ورق، ورق قذر، ورق قذر. ها والله العظيم بموت انا في ورق القذر ده. اول لعبه ماشيه كده ده اليومين دول، العب اقذر ورق هتكسب. ما تقوليش ازاي هي ماشيه كده من اول اللايف عادل، ما حدش يعرف ازاي. لكن بص ده بقى يقول لك هنا ترتيبات، يقول لك فلاشات، يقول لك حركات، اعرف ان الورق ده خسران 100%. ده دور خسران ده 100%. انا هلعب عشان اكد النظريه، مش عشان انا عايز العب بالورده ولا حاجه، لا. 23 مليون كمان، والله كنت عارف، انا كنت عارف يا باشا، باين على الورق والله، باين على الورق. احنا نشوف اوسخ واسب الورق ينزل لنا ونلعب عليه. ايه ده، ايه ده القرف ده؟ ورق حلو برضه، تصدق فيه ترتيبين وفيه فلاشايه وده. حاسه بيخسر الورق ده، حاسه خسر. انت كمان انت بتعلي عليا برضه. انا قعدت معاك كتير في اللايف ده، مش عارف شايف فيه، بس يلا. انا قلت، انا كنت عارف، انا اللي جاي معايا دلوقتي اقذر ورق في الكوكب. شوف ايه اقذر ورق ونلعب بيه.
ماشي. الورق الحلو هو اللي عنده فرص مكسب كتير يا سيلفستر. طب ما انت ما عندكش فرص مكسب كتير، ده ما ينفعش تقول عليه ورق حلو. لكن انت لما عندك مثلا فرصة تكسب بفلاش، وفرصتين تكسب بترتيبات، وفرصة مثلا تكسب بفول هاوس وهكذا، يبقى انت عندك فرص. مش هبعت اكواد، ولو بعت كود مش هبعته لك على الاي دي بتاعك، هبعته لك على الفيسبوك يا محمود. وانت اصلا الاكونت بتاعك فين فيك يا محمود عماد؟ لما في تفاعل يا صاحبي انا بنوزع ونظبط الاداء، غير كده لا يا عم. هات شلبي والعب عكس النظرية. ما هو شلبي مش فاتح، لو كان فاتح كان جه. صوت لي مش فاضي ولا حاجة، بيعمل شغل ولا نايم؟ عشان هو ساعات بيشتغل بالليل، ما معرفش ظروفه ايه. انا اليومين دول انا بقالي مدة مبفتحش، مبكلمش حد يعتبر. بص بص الجزارة، بص الجزارة، مفيش العشرة دي ملهاش لازمة، غير هي بتكمل الفلاشات بتطلع حاجة ضعيفة جميلة معفنة ملهاش لازمة. هينزل لك اتنين دلوقتي يقلب لك فول هاوس اوبا ترمخانة ايه؟ مفيش مفيش ولا دم بتهونش. ايه على الجزارة فول هاوس بس من العشرة والأربعة ماشي تمام شغال والله. يا بص بشم الورق المعفن اهو، في مكسب اهو. متفهمش بتيجي ازاي يا اسطى، بس ما هو الورق القذر اللي بيكسب من الآخر. من الآخر شوف ايه اوحش ورق ممكن تشوفه في حياتك وهو ده اللي بيكسب. بس احنا بص يا جدعان، احنا مفيش تفاعل، بس التفاعل زاد شويه على الفيسبوك، فاحنا خلينا نسحب 30 مثلا مليون، نوزع 3 انفور على الفيسبوك و3 انفور من الديسكورد عشان في رجاله تيجي تتفاعل معانا. احنا نوزع هنا 5 3 انفور و 3 انفور، كل واحد 5 مليون. طبعا الناس اللي نزلت ايدات من نفسها دي مش هسحب اي حد فيكم. شوف حد ايه من الناس المحترمه اللي كانت مستنيه لما اقول لكم نزلوا ايدات. كيتو تعالى، كيتو مش هسحبك يا محمد عصام، مش هسحبك. وعندنا اشرف، عندنا محمد اشرف، يبقى كده كيتو محمد اشرف ومين تاني ومحمود عبد الله، الثلاثه دول من على الفيسبوك. نسحب بقى ثلاثه من على الديسكورد. خلاص كده كفايه، انا هطلع فوق وهنقي من فوق والله. هناخد ابو مالك، وهناخد الطلقه، وهناخد كاترينا عشان انا بحب كاترينا مع انها بتعرفني في ميدلين. بس الناس اللي قلت على سبيل دي تفتح الاكونتات اللي قافل فيهم وفر لي ملايين. نسحب بس ملايين زيادة عشان خاطر ميجيش يقول لي إيه لازم تسيب مليون. من يعرف والله يا جدعان. أخيرا يا جدع، الحمد لله على السلامة. والله مش عارف، أنا كنت حاسس إني قاعد في صحراء والله. والله يا عم انت لو تسيب لي رسالة يعني عرفني بس. أنا مش لما نعرف، عارف انا عارف امتى شلبي، انت سك مش محتاج تتكلم. خلاص، انا كنت رايح ونايم شوية، انا قلت له ما عنده شغل تريك، كان بيروح هستحيب سهران ولا حاجه بقى. مين الجزم اللي صحاك؟ سهران. لا والله انا صاحي كده وقلت اطلع بره افتح الفيس، لقيت فيه لايف. بتدلع بقى، يلا انت هتنام الصبح هتنام بالليل، الساعة والله بيولوجية كده في 60 ده. والله نايمين امبارح الساعة 6 ولا الساعة 7. نوم كده كتير يا عم، انت نمت كتير، انت كده وحيد قلبي. مين ده؟ ده مين يا؟ لا، انا نمت الساعة استنى 7، استنى، صحيت الساعة 10. صاحبي بيسمي الاكونت وحيد قلبي، لازم يجيب 7 مليون ده. لا بذمة تصل لل يلا بينا شيل الملايين تاني، سحبنا كده كسبين بتوعنا من هنا وهنا. نلعب كمان دورين، لو في تفاعل وصلنا، وصلنا 80 فيور ولا حاجه نوزع تاني، مش احنا وصلنا من 30 لحد 60، فتمام مظبوط. تعالوا نكمل ونرجع تاني على الفيسبوك، احنا 60 دلوقتي زي الفل. لما نوصل 80 فيور نبقى نوزع تاني. اخواتي اللي على الديسكورد معلش ننزل تحت خالص في الشات، اهم حاجه تكسب. بس احنا يا باشا هنشوف ايه اوسخ ورق ممكن ينزل لنا وهنرمي بيه ونعتمد. انت مر على كده خلاص. ولد عيب عيب، ده انا كنت بهزر عادل، مش هنقلبها. ها سيكوا بيكوا، ما ينفعش حد يعمل لايك هنا، خد لايك هنا. ده وحيد انا بقى لما بتفرج عليك عمري ما كسبت اي حاجه والله يا صاحبي. ايه ارزاق كده اللي بيجي قدامي بسحبه والله. عايز اقول لك ان كل اللي موجود ويجي يقول لك انا عمري ما كسبت، امال مين بيكسب؟ انا اصلا اول مره اشوف اسمه في اللايف، فتمام يعني اول مره اشوف اسمه في اللايف في حياتي كلها.
مش انا تبص لوص الورق جميل ازاي، عندنا هنا ترتيبات وعندنا فول هاوس عاش والدنيا عليك حلوه، ده يخسر 100%. عاش عليك يا احمد يا عيسى، مركز انت انا بعمل ايه؟ هو انا ده يخسر 100% يا صاحبي، ما فيهاش استثناءات دي، وانا بقول لك انا خسران اهو. لا لا لا، هيكسب هيكسب هيكسب. ايه ده كسب؟ عايز حاجة انت؟ إيه؟ لا وكسب بالسبعة مش بالشايب. تمام، فاجئني الورق فاجئني والله، ما اتفاجئتش انا بورت. دوت مش احنا هاكل من اول، بنسى. احنا من اول اللايف بنرمي بالورق الوحش نكسب، نرمي بالورق حلو نخسر. انت جيت عكست الدنيا خالص يا شباب. بصي علينا يا انا عم جيت كلاني، عكست كده. مين ال مين يبص مين على التاني؟ مين فين كلاني اصلا؟ انا مش عايز محمد ومش جاي هنا عشان عايز تذكرة نهائي ثانية. لا اكسبك، تدري ليش؟ لانك ما كذبت عليا، ما كذبت عليا ما كذبت عليك، انا بيقول والله. لك انا عايز تذكرة. بيقول لك الراجل ما كذب عليا، الراجل ده سريع يا زميلي بقى، خلاص اعتمد ما بيقول اعتمد، لك عايز تذكرة بالشقلوب. مش مشكلة بس ما كذبش عليا، ما غفلناش، راجل محترم، انت راجل ليه لعيب؟ حبيبي. احنا اصلك هنوزع تذاكر للنهائي ب 20,000 وهيبقى فيه درمغانا هنا، ف ده ان انا هيتوزع عليا انا كمان؟ انت كسبان كود اصلا ولا معاك كود ولا لا؟ انا عمري ما كسبت يعني انت معاكش كود للنهائي اصلا؟ ولا معايا اي حاجة اصلا. طب احب ابشرك، حتى لو انا مكسبتكش انت كده كده ستريمر وكده كده هتاخد كود. استنى بس، يعني اصلا انا هتزنق اليوم ده وهطلع. مش عارف هتطلع ولا لا، ما اكدبش عليك، بس اللي اعرفه كويس ان عشان الستريمرز خالد كلهم واخده قلبك. اكواد يعني. بس لا انا عادي ما يا خدتش صاحبي، ممكن حاجة. قبل البطوله بساعه، يلا شباب اطلع عادي يا حبيبي، انت لسه مستجد ولا ايه؟ صباح الفل، انا في مزنوق اقسم في لك حوار كده بالله، ولازم اخد. اقسم لك بالله، انا عارف ان انا فاضل اللايف ده قبل اللايف دي بنص ساعه. صباح الفل. انت لا هتدخل اله البطولة، هدخل البطولة بس البطولة بكرة مش النهاردة، بس بكرة هيبقى في لايف برضه قبل البطولة، نظبط الدنيا مع بعض ونعمل زي البطولة بتاعت الستريمرز بقى، ندخل تيم واحد كده نمسك الترابيزة نغربلها. استنى، هو بكرة بكرة البطولة أنا هطلع من الساعة 6، من 6 ل 7. مش عارف البطولة هتبقى امتى، بس انا بكرة عندي اللايف في 8 تقريبا. طيب عشان أنا مش هكون أصلا معاكم الساعة 8. انت هتبقى في شغل يعني؟ بس مش عادي، عارف. أنا لو سبت وعرف برضو الشغل الناس هطلع ازاي معاكم تشترك في يعني. البطولة بتاع، خد كود وعرف الناس برضو، زميلي من حقك تستريمر، من حقك ان انت تاخد كود وتشرح عليه. انا اسحب دلوقتي كود من اكواد الرجالة دي، اقول لهم معلش مين فيكم ضحي بالكود بتاعه، اخد الكود بتاعه اروح اشتري بيه عادي مفيش مشكلة. اكيد مع كله هيقول لي فداك وحيد الكود وخد الكود بتاعي، انا عارف الناس كلها ايه يعني 20,000 من ابو وحيد، اخواتي والله اخواتي كلكم اخواتي. عندك الواد اتش ده اهو، اتش النصاب ده اهو، معاه بتاع 15 كود لوحده. ده ربنا ياخده، ده كيلاني معاه 7، كيلاني معاه 7 اللي انا انا عايزها، سمعته على عايز كيلاني. على فوليوم بس مش عارف امسك الموبايل بتاعي، استنى. انا ولا مين؟ انت عايز ابعت لك حاجة كده، يمكن انت عندك فكرة. طب يا ابعت. سلام، انا وانا ونزل هعرف الشايب، ونزل الشايب، عشان ده انت الشبكه حاجة بتقربك. حزينة دي والله. اشك فيك كلامي. بص يا شباب انت هبعت لك واخدش حاجة، في الرضاعه. هبعت لك حاجة كده على الخاص، بص عليها. ايه ده ايه الترتيبات اللي في كل حته، ايه الفلاشه الجامده، ايه ده، يا لهوي على الورق، يا لهوي على الورق. لا ده ورق جميل، خلاص زي الفل زي الفل. نشوف الورق، يا سلام، بيلعبوا بآدمية، يبقى احنا كنا نلعب بآدمية ونشوف الورق ونخليها ناس محترمة، ايه المشكلة؟ اه لازم يطلع واحد. ايه ده؟ عمدة، الحمد لله بالسلامة يا عمدة. مين عمده؟ عمل لك منشن امبارح، اسمه كريم عمدة ده. ده بيكشف عليه الدكتور بتاع الجروح والله يا مخصوص. باشا، ينزل فلاش، ينزل فلاوس، ينزل ستة ما ينزلش، لأ عشان كان نازل ترتيب وانا بخاف من الترتيبات. الرخامة، الرخامة، اكيد حد معاه ولد في الليله دي اكيد. أبشر.
ازيك يا كوكو؟ راح الدور عشان الورقة برضو وعمدة راح محتاجة. فين؟ مين عمدة أصلا؟ مين دكتور وادي المجهود ده؟ عمدة. مين الدكتور يا جدعان؟ عندنا دكاترة هنا في الليلة دي، يا لهوي. عندنا الدكتور كريم. ده غير كريم أبو الدكتور عربي كده. إن كريم شاء الله إن شاء الله. لا لا طبعا، لا لا لا، الدكتور كريم طبعا، ده الدكتور ده الوحيد اللي يعني ايه ندعي له، عشان هو اللي بيكشف على الناس اللي موجودة هنا. الدكتور البيطري الكبير قوي، دكتور كريم. انا خسرت عشان ضحكت على فكرة. كل واحد بياخد قد نيته. بص كريم عبده بيقول لك من كتر الضحك مش قادر. لا الجبنة حلوة، لعبت الجبنة، لعبت، رحت اخواتي. اوبا، ايه ده؟ اي حد عاقل ربنا رزقه بعقل وربنا اكرمه وصنفه من هلعب ضمن انا بني عادي، ادمين انا هلعب. مش هيلعب. ما ينفعش لا لا خالص. لا هلعب عادي، عندنا هنا اي ممكن حد نكسب عنده اصلك عقل. توبير، ممكن نكسب فلاش، ممكن اي حاجة يعني. على بي على وان بير عادي، المشكلة على وان بير، انت طموحاتك جميلة ما شاء الله. هتشوف ولا هتشوف اي حد ولا ربنا رزقه عقل كده وكرمه، ينزل اسهم وكرمه عادي بالعقل، المفروض انه ما يلعبش. عادي بس يلا عادي، ممكن ينزل اسهم مثلا واتنينتين، يعني اسهم بنتين ايا كان. اوه اهو الاس اهو، انزل لك فردة شبشب. او لا، او ينزل فلاش، او ينزل فلاش من يعني. مش عايزين اكتر من كده يعني، ينزل مثلا ايه القرف ده. انا كده ايه، ابتديت اتخنق، انا كده ابتديت اتخنق. مفيش دور يا جدعان، حد يبعت لي لينك اللعبة خلاص. ما فيهاش لينكات، ادخل على متجر يا صاحبي، اكتب كونكر دومينو وهتلاقي ظهرت لك. مش محتاجة لينكات، دي لعبة موبايل يعني. انا بس محمل النسخة بتاعت الكمبيوتر بتاعتي عشان اطلع لايف. انت بتلعب، تلعب على موبايل مش تلعب على كمبيوتر. قلد في حاجة غلط معاك يا وحيد؟ لا يا صاحبي انا غلط بصححه. بص الورد ده انا كده كده كنت هحفل بيه بنسبة 100%، مفيش حاجة مفيدة، بس لعبت لان انا مادام شايف ان انا هخسر يبقى هكسب. هي بتمشي كده معايا من اول اللايف، خلاص بقى انا اقتنع ان الورد الزبالة هو حتى اللي انا بيكسب يا جدعان. عارفه كلكم عينيكم وحشه اصلا. وايد انجل، وايد واكيد مش انجل. انا، عشان انا جاي وهو خسران. انا عرفت، انا عرفت حواليك الترابيزات المتسعه الفرع يا جدعان مش جايبها. الله، ايه ده الحق؟ احنا هنسحب تلاتينية جامده كده. تلاتينية ايه؟ تحس ان هي تلاتينية نطلع بيها على 25. ينزل لنا واحد فنخسر قدام الواحد ده. يا عم قلت لك خليكم بخمس كراسي، ما انا ما شفتش كلامك سيلفستر والله. والله يا اتش، بلا خمسة بلا ستة، انت اصلا عارف. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تك تك، انا هنكسب يا اما فلاش يا اما ترتيب. ده الورق ده بيقول لي كده يعني، تكسب يا بقول لك ترتيب السبعة والثمانية والتسعة دول، يا اما فلاش بالاس وبالثمانية. العب يا جدع، العب. هي أول خسارة، العب. تشتغل انا، تشتغل انا عارف ان تشتغل، تشتغل وربنا. ده إيه، أنت كنت ناوي تلعب من غير ما أنا لا أتكلم؟ لا لا يعني لا لا، مش هلعب انا، انت اللي غلطان، انت مشكلتك، انت دي، أيوه. انت السبب، انت السبب. عمال منك لله، يخطط ويعمل، منك لله، منك لله، انت هو السبب. ده، هي هو ده، الاتنين والتلاتة دي. انت شايف ان هو ده؟ خلاص يا جدع احنا خسرنا، لأ، مش هنبقى هيزعل مننا. بس يا صاحبي انا كنتش عايزين هلعب، حاجة يا لعبت جدعان. عشان انت قلت لي العب، انا مش هلعب. عايش حق يتقال، انت عارفين ان انا مكنتش هيسا هلعب. هينزل لك مثلا سبعة وثمانية دلوقتي احلم أو تسعة. معانا، احلم احلم حبيبي احلم. انت كده خسرت، انت لسه لا عارف. ليه؟ استيعابك لا بطيء، انت خسران استيعابك بطيء ليه؟ ومش عاجبني. اوه يا بيبي، هينزل له اوه ستريت يا. أهو. أنا قلت لك هتكسب بالاتنين والتلاتة، تمام، اخر عيب عليك. ورقتين، اخر ورقتين نزلوا لنا يا جدعان، اخر ورقتين نزلوا لنا، قالوا لنا خد يا جدعان، اهو دور اهو، يلا خد دور اهو. تعال نشوف وصلنا ل 80 فيور على فيسبوك. لا احنا لسه 63، لما نوصل ل 80 نبقى نوزع على الفيس. وبما ان احنا مش هنوزع على الفيس كده، انا مش هوزع على الديسكورد عشان الناس ما تسيبش اللايف في الفيسبوك تروح رايحه على الديسكورد. لما نوزع انا، نوزع انا الاثنين مع بعض. انا مستني نوصل 80 فيور، 80 راجل جدع معانا في اللايف على الفيسبوك، وهندي لك توزيع حلو من هنا ومن هنا. هي ام خمس كراسي؟ لا هي مش خمس كراسي يا صاحبي، هو شلبي البركه بتاعنا يا صاحبي. احنا لما نخسر نقول لشلبي السبب، ولما نكسب ما نسيبلوش الفضل. عيب بقى، هو اللي قال لنا ما عمو، قال هو لنا هتتساوي بالاثنين وبالثلاثه كمان. الراجل محدد كمان كلامه يعني. فين يا جدعان الشير اصلا؟ فين الشير؟ فين التفاعل اصلا على الفيسبوك؟
لا باشا، عشان تعرف انها مظلوم. تعرف مفيش شيء يا جدعان. فلت ايه؟ عندنا فلشتين وعند مش قادر مش قادر مش قادر فلت، بقول لك فلت، بقول لك حاضر. مش قادر. مقدرش ان انا افلت بالورق ده والله. لا بس وإيه وهتعمر والله يا سيلفا، الراجل خسران يعني، اللي ما بيشوفش من الغربال مين اللي خسران انت يا ولا ما ابني؟ يعوض. بس صلي على النبي، انا مش خسران. بس لا لا خسران. هما كانوا قاعد معايا من اول اللايف بنضحك على اللي لسه جايين، مش ال في ايه بالك؟ لا خسران. انا خسران صح، هي كرم. خسران يا جدعان، بس يعني. خسران كتير يا جدعان والله. ايوه خسران. ايه الورق المقرف ده؟ معاك يا ريس. بص اهبط ايوه اهبط ربنا بذمة، يفرج عليك. اهبط بذمة. شفت ام خمس كراتات بقى حلو عشان مخمص كراسي دنك، الدنيا يعني ماسك دنك، ماسك مبدأ ان انت خسران. ايه؟ وحط حط في ايه؟ لا ليه؟ لو على حر الشير فانا واخد حظر ساعة، كان زماني موصلكم الف شير. مش بالعدد والله يا زياد، بص يا زياد، ممكن انت تعمل الف شير ويجي واحد غيرك يكون داخل في جروب فيه ناس كتير، وفي ناس بتبقى متفاعلة على طول في الجروب، يروح مشاير اللايف فيه، حتى لو اللايف اتمسحت اصلا من الجروب لما الادمن بتاعها يشوفها هتكون خلاص وقت اللايف في ناس جات، وفي ناس عملت تفاعل وجاب لي مشاهدات وجاب لي لايكات وجاب لي الدنيا حلوه، فاهمني؟ فهو حسب جوده الشير مش حسب عدد الشير. انت ممكن تشاهد مليون جروب مفيش حد بيدخله، ملوش ستين لازمه. ماشي. بس العيال ثابت على ايه؟ ده خالد محمود. لا اكيد مش تبعنا. خالد محمود، خالد محمود مين خالد بعد محمود؟ اول. في حد اسمه خالد محمود في الفيس، بس مش خالد محمود بتاعنا. والله ما شفت حد اصلا. كان دورك ده باين فول هاوس. فول هاوس تقريبا تقريبا سفلت، خلاص خلاص. بصيت للورقة زميلي لقيته ورقة مش اللي هو برضه، فاللي هو ايه، نسيت ان الورقة الوحش هو اللي بيكسب. فانا لو كنت فاكر مثلا كنت ورقة معفن ده كنت لعبت. انا نسيت ان ورقة معفن هو اللي بيكسب، لو كنت لعبت كان زماني كسبان دلوقتي. دور حلو الكومنت بتاعك ظهر يا ولي. يا جدعان، هي قاعدة دلوقتي، ورقك وحش ارمي. ما خلاص هي قاعدة دلوقتي في اللعبة، ورقك وحش ارمي. ما بص العب كل، العب على استنى اي ايه ورق ده معاك. ايه ده يا جدعان؟ انا لسه رايح اشوف احنا وصلنا 80 ولا قلت احنا نزلنا 55. انتوا حرين يا جدعان، انتوا احرار يا اهبط جدعان. بأي ورق معاك. بالظبط، اي ورق وحش، اي ورق حلو فلت. المفروض المفروض والله. لا اهبط بيه وخلاص. هتخسر دور هتكسب دور. انا بلعب عشان اخسر الورق الجامد ده ولا لا؟ انا مفلت. لا لا لا، انت خلاص احنا فهمنا القاعدة بقى، نبقى اغبياء لو لعبنا والله. جزنك مين اللي اتضايق قوي يا جدعان ان احنا فلتنا كده؟ اكتب لكم انا اهو هنلعب روح بس سلفستر والله، مش هلعب تاني بره زي ده. بص بص، الورق سلفستر بينور، ده الورق بينور. ها مش هفلت ولا مش قادر مش قادر مش قادر. خلد يا جدع خلد. جوز نسوانا صعب، ما اقدرش. بس يلا خلينا ماسكين في القاعده. لا 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 يا دين امي، كريم ابو عرب معانا على الترابيزه، منور يا كريم، منور. ونزلت لا البنت، البت نزلت اهي، ده بركات كريم والله، بس مش هتكسب. دي بركات كريم. ايه ده ايه ده؟ قلت لك بني كنت عكسه على فكره، كسب ولدين. عكس بعض. كريم ابو كسبت عرب معانا ودينا. حبيبي يا كيم والله، حبيبي حبيبي. نقوم بقى من على الترابيزه ولا نعمل ايه؟ ايه ده ايه ده؟ اوه ورق في منتهى الحلاوه. نلعب ده، هنلعب عشان فلتنا المره اللي فاتت وخسرنا، لا فنلعب النهارده. ولا لا لا، انت خسرت دورك بقى، فده هتخسره فعلا ببلاش. ده اللي عايزينه، عايزين يفهمه لك يا شلبي بس. اوه تمام يا شلبي، انت نوم من على كريم. كريم كريم مش هينفع نلعب مع بعض في اللعبة. كريم احنا لازم نطلق. قعدت معاك تاني، خرب بيتك اتطلعنا. تمام يا كريم، هي فاتحة. العب بأي ورق حلو أو وحش، أنت شايف كده يعني؟ نلعب بأي ورق حلو ولا وحش، احنا خسرانين ليه يعني؟ يا راجل كبر مخك. طب احنا هنلعب 10 أدوار ورا بعض ونعد، احنا هنخسر كام ونكسب كام منهم؟ ده أول دور فيهم. لا طب مش للدرجة دي.
هم 10 دور ورا بعض. هنشوف احنا مثلا كده خسرنا مثلا 5، كسبنا 5 كده يعني، والدور اللي هيحصل فيه فول ده يبقى ولا مكسب ولا خسارة، تعادل. طب بنت كمان تلاتة، بلاش تلاتة عشان ما عدى مع أربعة دلوقتي هيشلوح الدنيا. لا محدش مع أربعة ومحدش مع شايبين ولا كفاية أسين. بوس، بعت لي بوس يعني مع أربعة الجزمة ده، بص بعت لي بوس يعني مع أربعة كلب. ولا دي مع أربعة، مع أربعة ولد الكلب، كلب كلب ولا جزمة، مفيش حد غير أنا وأنت ومن على الترابيزة. نقعد على هذه الترابيزة نشوف الكلام على إيه. شكلها قفلت. لا بس احنا هنلعب كده كده يا باشا، 10 أدوار يا باشا، احنا عندنا دور فاضل 9. مش احنا ايه داخلين تحدي، نشوف الكلام على ايه. والله كنت عارف يا جزمة، أول ما انت بعت البوصة بس عرفت. تاني دور، تاني دور، يبقى احنا كده. استنى اكتب في نوتة قدامي علشان ايه. أول زي ما دور احنا موجودين اكتبه خسارة، بلاش تلعب، تاني بلاش دور تلعب، بلاش تلعب، بلاش خسارة. تلعب. استنى يا باشا احنا لازم نلعب كل الدور، ما ينفعش ان احنا نفل الدور واحد بس، خلاص دي قاعدة. احنا 10 أدوار نلعب فيهم كلهم، بس خليهم كلهم على 5 كراسي بس. ايه ده، ايه ده، ايه ده، ايه ده يا جدعان، مفيش كراسي فاضية ليه، خبطكم. يلا تالت دور، نكتب بقى لحد ارقام من 1 لحد 10 ونشوف احنا ايه عملنا ده ازاي. 8 9 10. تاني انتوا، تاني انتوا لسه خسران بيكوا نفس والله، الورقة اللي في بلاش اقول لسه بلاش خسران بيكوا والله، عوضوني بقى. ها تكسب تكسب. ها يلا يلا يا سلام، احنا لا اللعبة نكسب. نزلت ال10 يا صاحبي والله. تالت دور خسرناه، احنا لو مشينا ما من نفس المنطلق ده كده هنبقى خسرنا 150 مليون من غير ما نخسر دور واحد، مش مشكلة هنعوض، هنعوض. في الحسبة دي اه بص الورق يا معفن القذر ده بيقول لك هكسب، الشايب ملهاش بلاش اي علاقة بأي بتنجانة في التاريخ، ملهاش علاقة ببيت الورق اصلا يعني. ممكن بلاش ممكن بيت الواي يكسبوا الترتيب، بس الشيء ملوش علاقه بالدنيا. وهنلعب بلاش وخسرنا بلاش يا ابني، ما ينفعش يا عم نفلت، لازم نلعب 10 دور ورا بعض. انت في ايه يا صاحبي، التحدي مش جاي يا معاك عم سكه ولا ايه؟ ايش كده 4 ادوار، استنى بس كده 4 ادوار 4 خساره بس. احنا كده لحد دلوقتي الحمد لله خسرين بنسبه 40% من الادوار اللي احنا هنلعبها. الدور الخامس، ونكتب بقى اول مكسب بقى، نكتب اول مكسب بقى. مفيش العب على الهادي، هم على 10 دور خلاص، مش كلكم قيدتوا الفكرة لما قلتها؟ العب 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 الدور ده العب يعني كملت. بس ممكن الامل فيه، الأمل ولا آه، امل ولا أمل بتنجان. تبقى إيه؟ أمل تبقى الدور الخامس برضو نكتبه خسارة في النوتة، ويبقى إحنا كلامنا 5 أدوار ورا بعض وخمسة خسرناهم يا جدعان، 5 أدوار ورا بعض، تك 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 ورا بعض كده. فيش يا باشا احنا ولا يهمنا، احنا ايه عن درب سيارون، هنفضل زي ما احنا لحد ما نخلص 10 دور. امك بقى ايه، 150 مليون احلى دور بقى بالفلاش، فدى التجربة والله. دور فلاش بقى مفيش. دول السمو. الدور السادس برضه خسارة، عشان بس يبقى لعبنا يلا 10 دور ورا يلا بعض خسرنا 10 دور يا جدعان، بس عشان يبقى فاهمين الدنيا مش ازاي. النجس يطلع ما بالاول يعني صاحبي، مفيش حد نجس صاحبي، مفيش حد نجس، ما تخليش اللعبة توقعنا في بعض. مفيش ايه، مفيش مكسب، 6 خسارة. اه يا صاحبي والله 6 خسارة. ده الدور السابع، حاسس ان في امل شوية من الورق. بابل ما ماشية بالترتيب بقى، خسارة خسارة، هتيجي الدور هتكسب فيه يمكن، الله أعلم. ايه ده، هتكسب تاني يالا الواد ده يعني شغالة. اه هو بيلعب بأي حاجة بيكسب تقريبا، والدور اللي ما بيكسبش فيه ما بيخسرش. المهم ان احنا لعبنا الدور السابع وبرضه خسارة، فضل 3 ادوار ويبقى خسرنا بنجاح 150 مليون. لا لسه بتغير الترابيزة ده، مش هتصوت، لسه بتغير الترابيزة. بص عايز اقول لك على حاجة، اسحب مثلا بتاع 30 مليون يعني هم دول وخليك هيفكوا قاعد النفس على يعني، الترابيزة، ده اللي هيفكوا النفس. اعمل بس كده. لا لا عشان ما تقومش وتقعد فحظك يقل، فاهم؟ يبقى انت ثابت على الترابيزة. يا نهار اسود النهارده انت اللي قلت ماشي اسحب بقى، ما بالعكس. تقومش بقى، اعمل لك ايه الواد طيب؟ ايه الواد ايه باشا احنا لحد دلوقتي خسرانين العب 8 ادوار، بقى 8 ادوار ورا بعض، لعبنا 8 ادوار ورا بعض، خسرنا 8 ادوار ورا بعض. طيب العب الدور ده يلا بقى يا جدعان. يا ستريك كسبنا، كتبنا واحدة وين في الورقة؟ يا مسهل حلو الحال. ها
خليك بقى قاعد زي ما انت كده بس ما انا تقوم. مش شايف حد يا صاحبي قدام الدنيا، مفيش حد يا جدعان لعيب على الترابيزه يجي يخسرنا واللي فيه يا جدعان. خلي بالك بقى يكون عيل حيوان يروح يجيب ملايين ويقعد قدامك بقى وشايف ورق ويلعب قدامك. انا كده كده خلاص ده اخر دور هقوم، مش فارقه عشان بس يبقى لعبنا ال 10 ادوار ودي اخر لوز عندنا. يبقى احنا يا جدعان لعبنا 10 دور ورا بعض، كسبنا دور وخسرنا 9، يبقى نسبه مكسبنا 10%. شكرا جدا، عملنا خسارة التجربة تسعة و مكسب، تسعة مكسب وكسبنا بالتسعة. شفت الراجل المحترم اللي بيعدل لي كده والله، قدام في الورقة والله. تجربة فاشلة؟ لا ما انا عارف ان هي تجربة فاشلة، انت لسه جاي تقول لي دلوقتي. كل ضرب ضرب توزع الأكواد؟ انت مش ضرب هوزع ضرب أكواد أحمد الجندي، لو انت قاعد مستني الأكواد أنا مش هوزع أكواد والله النهاردة، ولا اوزع اكواد يا صاحبي، ولا اوزع ملايين، ما اوزعش حاجه خالص، انا كده كان بوزعش في الفاضي. انا بس بكتب كافي العنوان عشان اشد الناس تيجي تتفرج، تقول ايه ده بيوزع وابتدي يتفرجوا ويضحكوا عليكم، انا ما بوزعش حاجه. ماشي. العب يلا قول يلا حيوان. انت خلت حر يا صاحبي، هايلايت ده ولا هيك مش عارف ايه، خرد على دماغه دي نوم ومش ورانا في الترابيزات. ده واحد عرس معانا هنا في اللايف هنا او هنا، مش عارف انا عرس فيكم بس في حد فيكم، حد فيكم اني واحد فيكم مش متأكد والله. واحد فيكم مش ايه ده كده بالظبط، هي بقى هنا الخدعة، هنا الخدعة يا احمد عبد الله. انا بقول لكم بوزع اكواد يا جدعان وتحطوا جنب بضحك عليهم. حد قعد على ام 50 يا ايه، خش اقعد على ام 50 وحيدة هتيجي بلاش معاك ان شاء الله. بلاش انت عايز تأنسني واسمع كلامك كمان، قلب مش عاجبك عايز ليه كده صح؟ اوبا تك، المفروض كنت العب، بلاش، المفروض ما كنت تلعبش العب، كده المفروض كنت العب، انا كنت عارف ان انا المفروض في كنت العب. كل عاوز يا عم. ولا عاوز بعمارة يا اخويا، وانت كان معاك 9 ولد او شو في عاوز او تو 9 كيلو بير، ولد انا كان معايا ولد واخد يا توبير باشا. ايوه كسب على ورق حرام. بعد الجملة دي اوعى تفكر تطبع تطلع على 50. ماشي يعني. مش هطلع على ام 50، مش هطلع على ام 50 لسه بدري، مش عايزين نخسر ملايين، انا راجل عاقل خلاص، احنا ناس عاقله. ايه يا جدعان الحظ ده يخرب بيوتكم، ايه الحظ ده؟ هو انت بس ماشي بص هبدأ بقى لسه ب 10 بعيد ادوار عن اي يعني ده حاجه، قريب. العرس ده معانا في اللايف وماشي ورايا كل الترابيزات. انا مستغرب انت ازاي سامع شتمتك بنفسك كده يا صاحبي، وقاعد كده عادي معانا في هذا كده اللايف اسمه مش ايه؟ عارف تتكلم حتى تشتمني ترد لي شتيمه ولا حاجه، ازاي قابل عن نفسك يا صاحبي الشتيمه كده؟ يا لهوي على التهزيق، يا لهوي ده ايه ده؟ القرون بقى ببلاش في البلد دي ولا ايه يا جدعان؟ هو بيتوزعوا عادي كده؟ هتاري هتاري كتير في الشارع، ما هو من اللي زيك. اه ربنا يهدي الجميع. ده ودي انا خايف منك يا زيزو والله، انا شاكك ان عينك انت اللي وحشه زيزو، مش عارف ليه بس هنجرب كده. بوش زيزو، بوش زيزو حبيبي، ها حبيبي يا زيزو والله العظيم ربنا ياخدك. ايوه حبيبي حبيبي انا والله يا ابني، انا عايز احذره يا ابني والله، العيد جاي وهطلع دي هذبحه. بس يلا انزل على ام 10، انت بتتحداني يا ولد؟ فلت يا ايه ده عم. كان قصدي افلد، لعبت ولم بالغلط يا لهوي، بالغلط بالغلط. خد 25 اطلع على 25 ايه يا عم. ده ايه ده، بتقرا دماغي، بتقرا ماشي افكاري، ايه ده ايه ده؟ مش معقولة يا شلبي، مش معقولة. سيرو يورو. ايه ليه رسالة البنت ولد العيال داخلة تقول لك هتوزع الأكواد انت طيب، بصوا على الراجل. لا مفيش صح، بصوا على الراجل ايه، الناس دي ناس ناس جميلة. المشكلة ان انت خسرت. لا يا صاحبي عادي عادي عادي، انا مش شايف حاجة، اللي يخرب بيتكم الا انا معايا ورق. ما ماشي، لا ماشي، شكرا شكرا. يلا يلا رجعنا تاني زي ما بدانا اللايف في نفس ال 300 مليون، خرب بيت امي دي رقم يا اخي. استنى طب نشوف احنا على فيسبوك وصلنا 80 راجل، احنا لا نزلنا تاني خلاص، خد بس راح فين. رحت اشوف بس على الفيسبوك احنا
وصلنا 80 والله، اللي نزلنا اصلا 45 بدل 60، تحرار بقى. احنا عندنا اكواد يا بس باشا انا نوزعها مقطع خلاص، ما مش هتعب نفسي في حاجه على زياده. الفيسبوك، ايه مفيش تفاعل على الفيسبوك. ما فيش تفاعل، ما فيش توزيع. سهله. انت عندك دلوقتي 400 شير بس، تمام؟ مش بالعدد والله، مش وما بعدد الشيرات برضه، ما بتحسبش كده. ايوه ماشي ماشي ماشي، حلو قوي. مش بعدد الشير بس، انا انت لايف دلوقتي ولايف توزيع الاكواد بتاعت بطولة وملايين ومش عارف ايه الكلام ده كله، مفيش تفاعل يعني. عشان هما عندهم حل اسهل، وان هما يجوا على الديسكورد، فليه يروحوا على الفيسبوك؟ لا لا، قفلت اللايف هنا، كل دلوقتي على الفيسبوك لا لا لا، مش شرط عادي، يا باشا. اللي هنا العيب على اللي بيفتح حاطط لك. الخطه، العيب على اللي حاطط الخطه، اللي يقول اطلع لايف هنا واطلع لايف هنا في نفس الوقت. ده مش منطق بالنسبه لي، ده مش منطق. انت كده بتموت لي التفاعل في مكان فيهم، او بتقسم على الاقل الناس هنا وهنا، خلوهم كلهم في مكان واحد يا عم، نفرح بيهم. مالك في ايه؟ اوبا، فور اوف كايند أحلى ورق. لا نزل، 3 كوين فور اسمه اوف كايند نزل 3.5 على الارض. أحلى هبد. تنج تنج تنج. انا مش عارف اروح فيس والله، علشان داتا. رحت عملت اشتريات ولايكات وجيت. ما انت باشا لو عملت اشتريات ولايكات كان زمان في تفاعل هناك، وكان زماننا موزعين. انت ما عملتش لايكات وشريات بطبيعي، انت باشا مش شايف شغلك. 3 ايام جز رايح اعمل لك شير حالا. لازم نتكلم كل ده عبد الرحمن، عشان تقول لي انت رايح تعمل لي شير يا صاحبي. عيب عيب يا جدعان والله. أهم حاجة ابعدوا بس عن جروب المطلقات، جروب مش عارف ايه، لا لا لا، ما خليكم في تبعدوش ما الجروبات تبعدوش ما تبعدوش. جروب متناقض ده بيبقى عليه ناس حكاكة كده، بس هو دي عشان احنا التفاعل ده. روحوا يا جدعان، هاتوا لنا ارقام اللي هنا في اللايف، يلا سيبو. عايزين نثبت الاداء يا جدعان. الواحد روح روح وتعالى، روح تعالى الله يهديكم. روح، النت عندك بيموت وانت في ما اللايف في تحت الديسكورد. امال لو رحت الفيسبوك ده طلع لايف على الديسكورد باقل جودة ممكنة، عشان محدش يشتكي لي من النت. انا بشير في جروبات المهم قسم دلوقتي، باستغفر الله العظيم. يا عادل، لا يخرب بيتك. دلوقتي عندي مشكلة. لما بطلع في على الفيس بيجيب لي الجودة 1080. يا عم يا عم، حد قال ان انا سارق نت؟ حدد الجودة، حدد الجودة من الـ OBS. ما عاملها يا عم، ده انا نزلتها 600 وبتطلع 1800 1080 صحيح صحيح، ما النت عندك بقى، انت فشيخ بقى اهو يا عم. والله ابدا انت صاحبي، في النت عندك فشيخ. شايفينك النت راجل محترم، ما ينفعش تطلع بجودة اقل من كده، فبيطلعوك بالجودة دي. احنا هنا بيضحكوا علينا صح؟ يا جماعة. الله، خلاص بقى وحش. تمام تمام الفيس يا عم، الفيس ما فيهوش تعديل على اللي بتاع، بيعدل الجودة على الجودة اللي انت بتعملها على الاو بي اس، بيظبطها على الجودة اللي انت بتطلع بيها مش قصدي، ده مش قصدي، دي اللي مش في قصدي، مش الترابيزة. قصدي، مش قصدي. يا رب محدش كتير يقعد. ها حلوين كده، كأننا قاعدين على ترابيزة ام 5، وكأننا ايه متنكرين في ترابيزة ام 5. حلو كده، 5 الفار برضه. ما هو لسه لاعب على الورق نضيف وخسران، عارف فمش انا ما فيش ورقة لعبتش عليه في اللايف دي والله. مفيش مفيش فايدة. يا عم. انت ما شفتش اخر لايف ليا بقى؟ انا طالع اول العب حاجه انت، فلاش، جميل مثلا انت، جميل زبون، انت زبون. فلاش على فلاش مثلا بالاس، تمام؟ وارمي انا ودي كسبان، حد ازاي خلي حد يجي عليا ولا واللي عيال ترمي ورايا؟ فول كسبوا فور اوف هاوس، كايند، كسبوا فول هاوس، كسبوا مش عارف ايه، ابوكو اسود، يجي اول دور ستريت، ما فيش حد على ستريت يا جدعان. لا لا لا، ما ينفعش. ازاي؟ لا لا، واحد ياخدها مثلا فور اوف كايند او فول هاوس او صاحبي ايا كان، تفتكر هينزل العب لي فول هاوس؟ بايه؟ تفتكر هينزل لي فول هاوس اشروك؟ والله ازاي مش عارف. اصل في ينزل فلاش، لك في الفول فلاش هاوس يا ده صاحبي، ده هتكسب، اسهل. اوه نزلت كمان 2، خربت هتكسبته الدنيا. بيرلس، لا لو حد معاه 2 انا مش هقدر، مش هكسب. هتكسبته انا نزلت فلاش وحد معاه فلاش. اوه نزلت لما حد الفلاش، معايا يا عم ارمي. نزلت نزل. ارمي ايه يا صاحبي؟ ما مستني باش، فلاش، استنى، ده مش لا لا، مستني حاجة. انت تبير يا اسطى، انت تبير، لا انت تبير، كان عايز يخمني، كان عايز يخمني لا انت بالعبيط ده. ننجس، لا لا احد ورق لو ملوش ملامح، تحسه تبير شبه طفل الانبوبه ده. ما بتلعبش ليه يا صاحبي؟ ما وابوك فيش ده ما ورق ليه بتلعبش ملامح، عليه. مفيش ورق ليه ملامح، خلينا متفقين على كده بس. خلاص كده، الاربعه دي ملهاش السين هو لازم في لازم الوجود. يشبه،
هتخسر هتخسر انا بشوف هتخسر. 10 وشايف برمي، ما بعتمدش ما بعتمدش. عيش هروح تاني على مو الفيسبوك صلاح لسه نفس التفاعل زي ما انتوا بتحرروا، انتوا حرروا انتوا، بس مش هتكلم معاكم في ربع جنيه والله. يا جدعان. طب بص يا جدعان، الناس اللي على الديسكورد يعني تروح الفيسبوك كده، تروح جاي معليه شويه وترجع تاني، مفيش اي مشاكل. مش هسيبهم زي ما هم عايزين، ان هم احرار عايزين يقعدوا نقعدوا نوزع الاكواد بس بتاعتنا خلاص، والدنيا حلوه شويه كده. ممكن نلعب لعبه حلوه، لا بلاش، فيش صناديق، فيش تفاعل، فيش صناديق. بص والله العظيم الناس اللي على الديسكورد اكتر من الناس اللي على الفيسبوك، يعني يرضي مين ده يا جدعان؟ يرضي مين؟ التفاعل ما بيتحسبش على الديسكورد، التفاعل ما بيتحسبش، يخرب بيوتكم، اللايف بيتقفل كله بيروح، كله كله. اخد صوره طيب اتباهى بيها وسط اصحابي ولا اعمل اللي يخرب بيوتكم؟ ما ينفعش يبقى وحيد طلع على الفيس ويطلع معاك كده اعمل جدعان، ايه عيب. اعمل ايه ايه اللي يا جدعان كده يا جدعان؟ روح على الفيسبوك، وحيد الفيسبوك جميل. اما وحيد يتعمل فيه كده على على الفيسبوك، احنا يتعمل فينا ايه؟ اصل ركزوا في الموضوع يا جدعان، انتوا عارفين ان الفيسبوك ده ليه 7 فوائد؟ فيسبوك جميل، انا موجود في الاتنين والله، بس انا موجود في الاتنين دي الناس ناس عظيمة، ناس عظيمة. نشيك طب يا اوبا، جدعان بص، الدبش عاش عليك يا دبش. بص يا جماعة، الناس اللي موجودة على الديسكورد تروح على الفيس يعني تظبط الأداء كده، والشير بقى والفيو هناك، على الأقل ناخد سكرين يا جدع نتباهى بيها قدام الناس. التنين الياباني ولا الصيني؟ مفيش تنين يا أقسم غالي، بالله مفيش تنين يا تاني بقى. يا شير. ما هو بقى والله يا بص يا بودي يا مودي، ال الشير باين، الشير احنا كلنا 500 شير يعني، في 43 واحد وفي 500 شير، ازاي لا تسأل يا الكبير باشا، لا بتاع تسأل. لا اديني تيكت يا معلم، والرانك بالنص، ولو كسبت اكلم سيلفا. سيلفا بس مين اللي عايز تكت؟ مين؟ اي حد عايز تكت؟ انا حدي مين عايز تكت؟ هيحطك في الرول لوحده، مكتوب عليه راس وحيد. اي حد عايز ياخد تيكت يجي انا اعديه. النهارده طلع عادي تديله ايه وحيد؟ تيكتات تيكتات هيديله راس وحيد يا اسطى. تيكتات. عيب عادل، عيب عيب. وحيد. شوف يا صاحبي مين فيكم اللي عايز ده راس وحيد عايز يا تيكت. جدع. انا جاي من الديسكورد، زياد احمد اهو جاي من الديسكورد. الناس اهيت سيلفا، يا جدعان، هل انت متأكد لبوا يا سيلفا من النداء الكلام ده؟ وراحوا على الفيس، وراحوا على الفيس. هل انت متأكد يا سيلفا ان انت عايز؟ لو متأكد قلت انا عايز وحيد، خلاص انت هتكلم على كده. بالنص يقول لك بالنص لا لا كمان. بالنص ايه؟ لا هو كله يا مفيش حاجة اسمها نص. هياخدوا منك يديك نص. انا من اسكندريه، احلى اسكندرانيه يا سلم. حبيبي منور منور. هديك تيكت بس مش في اللعب. والله يا حسين يا حبيبي، انت عايز تطلق في دماغك عشان انت دماغك شمال برضه. ده تيكت للجنة ده صاحبي، مش في اصل اللعبة. انت بتقول ايه؟ ده يوديك بعيد. لا 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 يا عم، اللي انت عايزه. اصل تقول لا بيتقصدش، ده الحاجة الوحيدة اللي طب بيتقصدش ايه علينا الناس والله. يا جدعان، يا جدعان الناس على البيس، بس يعني بعد اذنكم يعني امسى بس هناك على البيس، شدوا حيل البيس شويه شدوا حيل الفيس شوية. وتعالوا تاني، الراجل ده احفظوا بيتكلم مكانكم، كلام زي الفل. تعليق احفظوا ظهر ولا مكانكم ايه؟ بس. عادي تعليق ظهر يا اسطى، خد لايك، مع ان انا مش حابك من ساعة ما اتقفشت متلبس في الجروب بتاع الشير بتاعك، بس يلا ما تنساش لحد حاجة والله. سيلفا اللي مسيطر البطولات كلها، ما اعرفش، ما شفناش سيلفا قبل كده يعني. ولا انا برضه العب يا جدع، العب يا جدع. ولا انت ليش انت العب يا اللي جدع؟ هقول لك انت بتصارع. السبب، انت بتحرمش. ما انت لاعب قبل ما يعني ايه، لا نفس يا باشا، النطق انت اللي انا قلت لي قلته، ايه؟ قلت لي العب يا جدع. نفس التفكير. لا ايه لا لا ده انت الولد اللي انصر. بيخسرش؟ يلا ده الولد اللي بيخسرش، يخرب بيتك لو كنت عارف والله ما كنت لعبت. يلا يا جبان يا جبان يا كلب، تعليقك هو بقى ما يا يعرفش نحاس انت ابو الزكازيك يا اخويا. هو ما اعرفش ان في بطولة نهائية اصلا. صباح الفل، مين ده؟ البطولة بكرة يا جدعان، انا كاكا هوريكم ازاي تشترك فيها النهاردة. هي مش يوم 11؟ بكرة على طول يوم 11. بكرة ايه ده النهارده 10؟ يا الشهر والله بيطير، انا مغيب. شهر بيطير، امسكوا اكيد الحصان، سرب الشهر قلب بيطير مننا. مش عارف يا عم، انا مش حافظ التواريخ، كل شويه ادخل على التاريخ ابص عليه. اوبا اوبا، انا ما قلتلكش العب البطوله، عشان انت قلتليش ماشي؟ العب يا صاحبي، انت كنت بقى انت السبب.
منه لله شلبي ده، منه لله. ليه كده مخسر؟ ما سمعش هو كلام يعني، ما خدش، ما قاليش هنلعب ولا مش هنلعب. حازم مصطفى حبيب ابو الزجازيك لازم الرابعة دي يكسب مش معاك، بتخسر. يلا ماليش. ابو مش الزجازيك، لما عبد اكسب انا يا عم، الرحمن، مش لما احمد اكسب انا. عبد دول ابو زجزج، الرحمن انا علم ازاي؟ مترعاد دلوقتي يا صاحبي. زور بس وليه بركتكيتش؟ ما بكسبش انا يا صاحبي، ما بكسبش. ما شايف ود على يدك يعني. نرجع للتسمية. احنا دور هنا ودوس. نشوف التفاعل على الفيسبوك يا مسا، 43 نفر كده يا فندم، راجل جدع بيتفرجوا علينا، ما متابع هو بتفرقش. شخصيا، 43 متابع فيس راجل والله، جدع. فيس والله، فتح الفيس وفتح الديس والله. الو، تعليق ظهر، تعليق ظهر يا محمد يا بودي طب يا يا جدعان، مش مودي هنوزع يا عند حمد. 80 زي ما قلنا، هنوزع عند 60. انت بدلنا بسعر امبارح يا ريس، اي حاجه. طيب احنا نزلنا 9، ماشي. تقعد تحرر يا جدعان، تحرر. الناس الحلوه اللي معانا هنا متقلقش، فاتحين كل حاجة. عاش عليك يا سيل اتش اتش، انت ما عندكش نت وفاتح كل حاجة، ما عندوش نت ازاي؟ موزع هو انت كوادر طلبت منه ازاي؟ حاجه ولا حاجه؟ لو طلبت منه حاجه ممكن يكشف. بص يا جدعان، في واحد قال لي هنا من شويه ايه؟ الاربعه دي ما بتخسرش، اهو جبت لك اتنين منها. لا ما تلعب، ما في فايدة يا باشا، ما في فايدة، ما في فايدة. اتابع في الاثنين وحدك. يا وحيد عبد الرحمن علي، فين اتش؟ خروف العيد اتش وصل، النصاب، سيلفستر، خروف العيد وصل، قاعد معانا على الترابيزة اهو. خروف، انت مين؟ معرفش، بس هو حد لذيذ معانا. بس عايز اقول لك ايه، انت هتلاقيها، هتلاقي معبي معبي معبي، يعني هيندبح على ايه، الدبحة ايه، عنب. سيبه يا باشا، سيبه يا باشا يعمل اللي هو عايزه، هو اتش شوف مين عايز يا ايه في اسطى؟ الدنيا يعمله. سيلفستر، سلفستر، اتش اتش عامل نفسه مش اتش، بلاش. ما اكول اشوف له ورقة، يمكن فاضل لنا ايه، ثلاثة أربعة. ستة. ايه، كمل كمل. كمل. طب ما تخلي واحد على الفيس وواحد على التيس، وترد هنا وهنا. ما انا برد هنا يا حم صوت، وهناك عايز كابو يجي يقول لك دور بمية عوض. هي أستا فكرة حلوة كابو على عايز فكرة، ياخد ال كابو عايز ياخد اللقب هناك، لقب مين؟ لقب ال اللقب الأحمر. حبيبي اللقب ده عينيا الاتنين. لقب انت اصلا المفروض تبقى واخد اللقب ده من غير حاجة ولا لقب؟ انت اللقب ده معمول عشانك انت وحسام يا ابني. طب بقول لك ايه، امسك انت تسيب أنا الكومنتات محتاج على أكون الديسكورد وسيب لنا هو كومنتات على عملت إيه؟ الفيسبوك. وأنا كنت طالع مظاهرة ولا إيه؟ ماشي، امسك انت الكومنتات إيه؟ على الديسكورد وسيب لنا على الفيسبوك. والله الاثنين في ماسكهم، بقرا هنا وهنا. لا عشان انا بقى مش هبص على الديسكورد دلوقتي، لا اركز مع الفيسبوك شوية وشوية نبدل مع بعض. عاش وحي، هتطلع لايف بكرة احمد الجندي. عبد الرحمن يا وحي، انا مش بلحق افتح اخد ملايين. يعني ايه مش بتلحق مش تفتح؟ عارف انت، مش بس بيوزع، مفيش بتبعت اي توزيع دي يا اسطى. وبلاقيك قافل يعني. عاش 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 عاش، الرجالة على الديسكورد عاش عاش عاش، على الفيس ميتين لسه ما وصلهمش الخبر. انا بدأ عارف يا يوصل ابني لهم. يا عم، انت كانك بتقول لهم روحوا على الديسكورد والله. بس يلا يلا عادي يا جدعان، اخواتي يا جدعان منورين في اي مكان وفي اي حته يا جدعان. هتبعتوا الدساك عشوائي ولا المتفاعلين؟ هنبعت للكل، كله هياخد دساك، اتفاعلوا كلكم على الفيسبوك. لا لو هنتكلم اهم بجد بقى، حاجة يا جدعان التفاعل على الفيسبوك عشان كله ياخد دساك. لا هنتكلم بجد، مش كله كده ياخد تذاكر. احنا معانا عدد تذاكر محدود، مش هقول هو كام عشان خلي في سسبنس كده في اللايف، وهنوزعها على الناس المتفاعله معانا واللي معهاش اكواد بطوله، دول هيبقى لهم الاولويه. بعد كده هنوزع عدد حلو، البيت ربنا الناس. لسه عامل شيء 13 اهو على الله. لا بص يا صاحبي، انا بقول الاسامي باخد اللايتات احطها عندي تحت، لما يا بخلص رب ال الاسامي 15000 يكونوا شغالين. رب ليه. الو شلبي، بص شلبي يا مات. جدعان، الناس اللي ايه، ايه يا عم انا هنا الله اهو. تمام، وانت وصلت، وصلت لحد مين الاحصاء. اللي ما يعرفش؟ لا ده فصل من عندك انت، ما تلعب الدور ده. ملعبش، انا عايز قلت كود متاخر وهدف. والله، والله قلت متاخر، بس تقريبا اللي كسب كسب بفلاش اعلى فلاش، فالحمد لله احنا ملعبناش، كانش معانا فول هاوس يعني. هو في عندك تقطيع، عندنا في يعني عندك مشكلة؟ تقطيع عشان كده مش ظاهر. عندنا مشكلة؟
لا انا عندي النت كويس. حصل في تقطيع كده او لاج سنة كده، فما ممكن بس انا مش باين عندي ان شفتش انا حصل اللي لي ده. لاج بصراحة. بلاش الدرج يا ابني بقى انت بتقول متأخر ليه؟ تمتع، ما بتابع الناس هنا وهنا، اقسم بالله واحد عامل شركة جروب 15,000 يا مودي. اهم حاجة يكون ال 15,000 دول بيديروا في الجروب كده عشان يشوفوا الشير اللي وصل لهم. باشا احنا ما بنعتمدش اسامي قلت خدت لك، بالكم؟ ده احنا بشرح الفيس خدكم بنشوف ولا انت الشيرات دي ايه؟ يا جدعان كويس ولا لا، عن طريق ان احنا نشوف اللايف فيها تفاعل ولا لا. في اللايف فيها 45 راجل جدع بس معانا على الفيسبوك. اما جاي يا وحيد والله، لو معاه ما معايا، لو ينفع تبعت لي واحد هكون شاكر ليك. المجال هبعت لك واحد واحد ايه دي حسب انت بقى متفاعل معانا ولا لا. 1 مليون، 1 كود، ما بتسمعش كلام شطار. شوف انت عايز ايه. بس اوعى تفتكر ان نيتي وحشه، اوعى. قصدي يا اما هما كود بتاع يعني بطوله، الفلوس يا اما كود ملايين، يا اما مليون حسب قالوا لي التطبيق اعمل لك. كتايب وانا هعمل. لا شكرا، الله يخليك يا رب. يا صديقي الشراكة، لا عيب عادل، انا عمري ما اعمل حاجه زي كده وانت عارف كده. وحيد ايه واحد؟ لا يا صاحبي انت انتوا ظاهر يا عارفين، انتوا خوالي، عارفين يا جدعان والله. انا المجال الاصلي اصلا. انت انا من كتر الاسامي اللي انتوا بتسموها احنا ما عدناش عارفين مين تبع مين، مين ولا اي حاجه. هبلتونا، يخرب والله يا بيت باشا، الفيك. والله انا قدمت طلب، قلت لهم يا جدعان هنلغي التوزيع في اللايفات خالص، هخلي اللي عايز يدخل يتفرج، ده الراجل المحترم اللي جاي عشان يتفرج يستمتع. قلت لهم والله كده والله. بيقول لي احتمال الفترة اللي جاية النادي لما اللي نوصل، كسباني، بيقول لي احتمال الفترة اللي جاية النادي اللي هنوصل كسباني. 1,000 شير يا جدعان، هنوصل 1,000 شير بس كده على الفيسبوك، هنبدأ نوزع تذاكر هناك على الفيسبوك. محدش يستنى يا العبد، اول 4 دول هينزل لي دلوقتي 4 تانية وهتبقى فول هاوس. حلو كده، هو بيخدعني ليه ويلعب من غير ما يجي؟ مش عارفني يا شلبي. بود دود اكس دود ولا بود ازاي اصلا؟ مش عارف انت من ايام تحتمس. المهم من غيري ومن غير سيلفا مش هتبقى حلو. بص الراجل المحترم يا تسلم ابو زيد حقك والله. الله انت راجل لما بجد وحيد، هو اقل احسن حاجه واحد فعلا في بيطلع الشركه 10 لايف، مليون مش الناس اللي بتطلع ب 10 و20 مليون وتقول على التوزيع. بص يا نورة، انت كلامك جارح والله. يا الله انا عاجز عن الكلام مرات والله. شكرين يا جدع. انا براش كومنتات دي. الله، خايف من الحسد؟ لا مشكلة في الحسد، خايف انا مش عارف وصل حد لهم بس. 1,000 شير وبعد اذنك ابقى شوف سيرتي فين. عينيا يا مودي، انا شوف ايه اللي هي عامل جت شغال. رمت الكومنت اللي اثر على يعني على نفسي وجاب لي كرشه نفس. لا ده من والله البيتزا، انت احنا ان كان هتستعبط. بيدي، والله ده شوف والله لو الكومنت كان ده. بيدي هنطلع بمليارات عادي والله يا جدعان، بس مش بايدنا. احنا لسه 500 شير والله براحتكم يا جدعان. طب اقول لكم على حاجه حلوه، لما الشرايط توصل 1000 هنلعب لعبه صناديق طرش في الاخر. الشرايط توصل 1000 النورة رمت الكلمة ومشيت. الله عيب عليك يا شيخ، الله عيب عليك يا عم. بس ده مش بس ده مش بس بس قريب قريب محمد يا عماد، بس يا اسطى انت بتقول ايه؟ بعيدا عن اللايف يا شلبوكة، بس اللايف واحد ده بيبقى اللايف اي بي. انت يا اسطى، انت يعني كلام بيروح، كلام بيروح مني. ليه عايزين تعجزوني يا جدعان؟ اقسم بالله ما بايديا، ما مش بايدينا. انتوا ايه؟ الله بص خلص ازاي يا رب، انا نفسي في كود النهائي دو مش ده هتكسب ولا ابقى برجليك ليك. تف. ماشي يا لا لا دبشة، لا لا مش تف، ابقى شخ على ابري انا لو كسبت الكود هنا. انت مش معاك كود؟ لا يا يوسف سيب غيرك يكسب يا عم وادخل العب يا عم. في ايه يا عم؟ أصلا كل اللي موجودين هنا معظمهم معاهم أكواد. انا عارف عايز تأكد على الكلام، بص ادخل على الشركة يا عم، هتلاقيهم ما انا كلهم واخدين عارف مين اللي أكواد. واخد اكواد ومين مش واخد اكواد. اصلا معايا الملف بتاع الناس اللي واخد اكواد كلها، وهيتراجع عليه مني ومن غيري قبل ما ابعت الاكواد لحد تاني. ايه ده يا عم؟ ده انا بيجيلي صداع منهم. ده لدرجة ان هم قعدوا بيدخلوا عندي على الصفحة، فضلوا يكلموني انا في الصفحة بتاعتي باشا انا على دلوقتي، الاكونت بتاعي. انا دلوقتي جال
في واحد اسمه سيف حاجه كده، او سيف محمد مش عارف اسمه، سيف ايه، عايز يبيع كود. فاستنى بص على الضحك، عايز يبيع لي الكود بكام بقى؟ كمل انت. 50. في واحد يعني عندك عبد الرحمن محمد كان عايز يبيع الكود ب 100 مليون، انا مش ما فاكر هو مين اسمه بالظبط، سيف يعني حاجه ممكن ده يكون بيقول لي مش فاكر، قال لي 150 ولا 100 مليون حاجه زي كده. والله بيقول لك 100 مليون. قلت المهم له عشان انا المهم راجل جدع انا اشتري منك الكود ب 50، 50 مليون وغالي. انا اصلا اكتشفت بعد كده ان انا اكواد تحديدي اعمل فيها اللي انا عايزه. ده جه. المهم ان هو في اللايف مش عمال كده، قال لي لا طب يهبد افكر واقول لك كمان. يعني. ايه ما ده؟ رضاش، ما رضاش، قال لي ماشي ماليش، ماشي وخد 50 مليون وخلع. لا لا هو لا محمد عبد القادر اهو، اهو ده جه بعد ده كله، بعد لما خلاص بلاش حتى، خلاص يا جماعه انا هبيعه ب 50 مليون يعني اللي عايزه. ما اعرفش مين كيلاني دخل قال له خلاص بص سيبها للاخر كده، ولو في حاجه انا هكلمك. مش فاكر بقى كيلاني ولا مين اللي قال له الكلمتين دي. ايه حوار الاكواد ده؟ مش بص اه يا نهار بص يا ابو مش زغزغ، فاكر يا اسطى. في بكره بطوله اتعمل قيمه جوائز 20,000 جنيه. البطوله دي مش اي حد يدخلها، البطوله دي اللي معاهم اكواد الدعوه بس هم اللي هيدخلوها. طب انتوا بتجيبوا اكواد الدعوه دي منين يا جدعان؟ الناس دي كسبت مراكز اولى في البطولات اللي كانت شغاله الشهر اللي فات كله بطوله، ووصل لهم الاكواد بتاعت الاشتراك. طب عايز تجيب لسه كود والبطولات خلصت خلاص، هتعمل ايه؟ النهارده المفروض يتوزع 10 اكواد، وبكره هيتوزع 10 اكواد قبل البطوله، يعني في 20 نفر زياده هيدخلوا البطوله دي من التوزيع في اللايف بتاعتي انا وبكره بس. فده مش انت الحل الوحيد لوحدك تجيب اللي البطوله. كنت عايز تتاجر يا محمد عبد الكريم؟ مش انت لوحدك يا عبد القادر، مش انت لوحدك كنت عايز تتاجر بالكود ده؟ في كام واحد كان عايز يتاجر بالموضوع ده؟ يعني اللي معاه كود اللي هو ايه، انا واخد كده مش عايز ادخل بطوله، انا اروح اتاجر فيه، اروح اخد لي 50 مليون ولا 100 مليون كده اضحك بيهم على الناس. كلمتهم يا ساتر فضائيات. يا ساتر، على اخر كارت نزل، اخر كارت نزل، اخر كارت يا بني ادمين واحد يا دين منهم مشرب امي. سكرات مش قلت هبيعه. له عكس وش وش، كان الدور ده بتاعي انا اللي كان معايا توبير، هم الاثنين وان بير، نزل لهم اخر كارت. لسوعنا لسوعنا هي بتيجي كده حلو يا الورق. اسطى، اخر كارت يا اسطى اللي كسبهم والله. ابو الزقازيق لازم يكسب. مين عارف قام انه لو الجزمه، والله اعلم، على حسب يا اسطى قام ممكن. الجزمة ومعاه ملايين، خد اللوكش كلها واللوكشة كلها وقام. تن تن مصعب تن معيش تن كله، تن دخلت كلمت الصفحة وكنت واخد المركز السادس وما جاليش. ما هو حسب، مش كل المسابقات كان بيتكسب فيها لحد المركز السادس والعاشر. في مسابقات أول ثلاثة بس اللي كسبوا، في مسابقات أول واحد بس اللي كسب، في مسابقات أول خمسة، في مسابقات أول 20، حسب أنت كسبت المركز السادس ده في أنهي بطولة. انا طالع في مركز في كام بطولة، مركز 18 19. ما هو ده، لا ده كده كده مش هياخد كود. في بطولة واحدة بس كانت أول بطولة اتعمل خالص تقريبا، اللي هي كانت يوم 18 أبريل أو مارس حاجة زي كده، مش تقريبا ايوه 18 هي أبريل، دي، دي كانت أول 20 نفر ممكن يكسبوا حاجة زي كده، الباقي كله كان من أول ايوه هي خمسة. دي انا طالع فيها 18 18 و20 بس. اي اكونت بقى اقسم بالله ما اعرف إيه ده؟ جديدة دي؟ أنا ممكن أدفع والله، 2 اقسم دولار بالله عشان آخد إيه ده؟ لا شكرا، الله يخليكم. خلاص بقى هدفع 20 دولار عشان اخد 10 مليون، قصدي 2 دولار عشان اخد 10 مليون. 2 دولار عاملين كام يا باشا؟ عاملين 100 جنيه، هاخد 100 10 مليون دولار ب 100 جنيه، هاخد المليون ب 10 ب 10 جنيه يا جدعان. بس واضح ان انت هي بتتملي، واضح ان هي بتتملي، بتتملي بيبقى ما اعرفش. قال دي ارسل التبرعات اللي انا مثلا لو اتبرعت لك انا هوبا اديتك فلوس، ما اديلك فلوس ماشي، بيتملي بايدي ما اعرفش. دي التبس مثلا اللي بياخدها الديلر، ولا ده كل ما بخسر بيتملي عشان انا حاسس ان انا لما خسرت اتحط فيها شويه ملايين. طب نجرب كده. ممكن تكون. طب ما بلاش، ايوه، لما خسرت زادت فعلا فعلا. وحيد انت قلت في اول اللايف انا ليا كود هاخده ولا ايه؟ والله ما اعرف يا خالد، يعني احنا يا باشا ما احمد يا جندي بنعتمدش ملايين اسئله، وفلوس، احنا باشا ما ملايين بنعتمدش اسئله، وفلوس احنا خالص. هنسحب الكسبان ونبعتهم للإدارة العليا للقوات المشرفحة وهم يشيكوا بقى، شوفوا هل أنت تستحق هذا الكود ولا غير مستحق للتمويه، أزل الكود وشوف الدنيا بتقول إيه. كل حاجة هتتعمل يا عبد الرحمن يا احمد. إحنا خسرنا للدرجة دي؟ خسرنا ل 260 جنيه، عيب والله، عيب والله. عايزين دور إحنا يرفعنا هوب دبل هنا كيك بتخسر لفوق، الفقر، عايزين دور ما يرفعنا تطلع لفوق. من الفقر ده يا رب تكسب كود على الله. مجال
ان شاء الله اكسب كود البطولة، كلنا هنكسب، كلنا هنكسب. عشان نبقى بس على نور يا جدعان، اي اكونتات فيك متخلفة عقليا، حاطة صور كريستيانو وميسي يحطها في، يعني انتوا عارفين فين. انت اللي انت بتفطمهم ليه؟ انا مش هكسب حد انا معرفوش، اللي هكسب حد الراجل ده انا عارفه، كلمته قبل كده والدنيا حلوه، وعارف ان هو بني ادم زي مثلا ايوه ابو ايوه الزجازيك حبيبي عارفه، محمد مجدي بتدفع على وشي لو كسبتك، يوسف دود اكونت فيك، وليد عاشور اكونت فيك، محمد عبيد اكونت فيك، عبد الله عماد لا ده انا اعرفه من بدري ده، تعالى عادي انا استنى، مش يوسف هشكك دود؟ فيه لا بس يوسف دود، لا لا يوسف دود ده معانا من زمان. معانا بكام اكونت؟ ايه الفكره؟ لا يوسف دود ده اللي احنا عارفينه بس، بكام غير كده اكونت اي حاجة تاني؟ ما تانية هو بقى. داخل باكونت احنا عارفينه عليه وعلى راسي، معاه بقى كام اكونت فيك؟ انا عارف ان الراجل بتاع اكونتات فيك، فانا مش ايه مستهلك مش عاجبني. انت عارف ان اللي بيدخلوا يعني الفيك ايوه يعني. انا اختار الناس اللي اعرفها، الناس اللي نضيفه محترمه، زي مثلا اللي اسمه ايه عمرو مسعد، شلبي عمرو مسعد ده انا واثق ان هو زي بني ما ادم عارف. شكله محترم، خلاص نختار الراجل اللي هكذا بقى هتمشي ايه كده. فيك ازاي يا جدع؟ هو جاب سيرتك يا وليد، هو بيقول لك الناس اللي بتدخل باكونتات فيك كتير. ابو سيلفا مش فيك والله. مش ابو سيلفا، بقول لك ايه صح، أنا مش في هلعب يوم النهارده. مش عارف انا كنت قاعد امتى، وقاعد على الترابيزه التربو، كان معايا بتاع حوالي 70 مليون، ومين اللي كان قاعد معايا بقى؟ مين؟ سيفو. ماله؟ وبص اللي هو بص عمال يرمي يهبل ويرمي. بتكسب. المهم ايه، بقول لك ايه، انا هستناك اشوفك لحد لما اشوف ورق عادل معايا وارمي معاك. وراح جرب 70 مليون، راح جرب ورا ال 70 مليون، خليته يقوم يلطم. هو انت اللي جالي كسبت؟ تاني انا كسبته. الحمد لله. اليوم ده انا كنت عامل بالظبط اكتر من حوالي 2 مليار 3 مليار وما بعتش. طب ليه يعني؟ ليه بجد وانت يعني؟ عارف، انت عارف دول عملتهم منين؟ من ال 10 مليون اللي انا اخدتها منك والله سلب دي. وحيد انا عادل محمد، قلت لك اول صاحبي من عارف صاحبي، اقول لك حاجه مش هكسبك، تخرج عادي. انت فضيحة يا جدع، الله خالد، يخرب ما هو بيتك، عادل محمد مش بني ادم يا جدع، ده فضيحة والله. لا ده انت هو الراجل عمال مالي، يقول ما تلعب هو الدور انا ده مش رديت عليه اول لقطة، عادل. قلت له مش عارف. خلاص بقى انت غبي ليه؟ شوف انا قلت لك العب الدور ده، انت قلت انت مش بعد ما لعبت مركز. يا شلبي يا صاحبي، انت قلت بعد ما لعبت لا يا لا صاحبي، انت والله ما كان في تملكش نفس الأزمة. الخطة بتاعتي العب الدور ده. ما وصلناش 1000 لسه، مش هنعمل، مش هنلعب لعبة السنة دي دلوقتي، ما وصلش وصلنا 1000 شيرة وحيد. لسه فاضل 80. طيب عاش لا 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 الرجالة والله، بتعمل بص محمد مجدي يستحسن تعمل عمية اهو. اكونت تاني صاحبي، وتيجي تحضر بيه اللايفات، لان انا عمري ما هكسبك بمزاجي. اقول لك على بلاطه، ادخل بقى اكونت فيك وخمني، لان انا مش هكسبك كده كده بالاكونت ده محمد مجدي، ده اللي انت عملته غلط. بودة يوسف اكس بودة ده دودة ايه ده؟ انا اصلا مش عارف يوسف هما ازاي اكس لحد دلوقتي دودة ما وفي عملكش بيان الاخر من الصفحه، بس انا مش هبقى انا بني ادم الغدت اللي عامل لك بيان، يعني مش مستاهل. يا سلام. انا غبي فعلا، انت غبي فعلا. غبي والله من امبارح، وانت عمال تأكد على غبائك والله يا عادل. والله انا ما عارف اقول لك يا عادل والله. من امبارح عمال يأكد على غبائه، انت ما شفتوش برضو عمل امبارح برضو نفس الغباء برضو ده عمله مع شمندورة برضو. غبي والله غبي. هو كلمني اول لايف وقلت له والله عشان ما كدبش عليا وبتاع، وخلصنا الحوار. ابدا بايزن، انا ايه يا اسطى، عرفنا الله يخرب بيت، خلاص خلاص يا اسطى، قفلت قفلنا. انت بتلعب الدور ده ليه؟ ما تلعبوش. ها مين يلا؟ قول مين البابا؟ سمعني مش سامع حسك. ايه ده انت كسبت؟ انا ما ولا خدتش بالي. عيب عيب يا حمد، ما تخسرش، احنا هنفشخ ناس في الكوره، اسال الناس كلها. اعطيله ناكل بيتزا من فلاشتين، اللحم. اعطيله فلاشتين، ما نتهونش مع العيال دي. بقول لك ايه؟ ناكل بيتزا من اللي انا عاملها. اوف السفل كسبنا، انت طلعت سافل فعلا، انت لعيب. لا 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 بتجري ليه يا صاحبي؟ انا معايا 30 مليون، انت معاك 30 مليون يا جزمه، لسه خسران مليار والله. يعني مش عارف اقول لك ايه، ان انا كنت خسران 3 مليون ولا 4 مليون من كام اسبوع،
انا عارف ان انا قلت لك معلش هتتضايق، بس يعني ربنا يعوض عليك. اه ده جبان، ده شايف الورق بتاعنا، ده جبان. محبش العب مع الجبانة. نلعب مان تو مان مع دبليو كيو دبليو كيو دبليو كيو. واحد انا فكرتك نسيت، عشان لا انت غبي. على فكرة لا هي انت انت المفروض تاني كسبت. مرة تكون سبب في ان انا اخسر برضو الفلوس اللي معايا الملايين دي. والله العظيم انا ما في حاجه، انت بتجبد غابه ومش عايز تسيبها. لا انا جيت قلت لك كوحيد تشتري، قلت لك انا لسه شاري مش عارف بقد ايه، طب خلاص سيبه هو مش هيشتري على الله بقى. لا يا باشا، لما يحصل حاجه زي كده قول لي خد المليون واحسب لي هو انت بتبقى عايز. لا والله انا مش ببقى عايز اصلا، يعني انت يا باشا مش ببقى سعيد هاخد محتاج. منك الملايين، او انا مش شاري كتير فعلا، هاخد منك الملايين مش هقول لك لا، واحاسبك على الملايين بالليل، فاهمني؟ اكيد يعني انت ولو ما متوافق على حسبتنيش الملايين انا مش يعني. فارق معايا، بس انت فاهم قبل كده قلت لي برضه نفسك، قلت حاضر انا لما يبقى معايا هحسبها. ملايين كتير ومش عايز اشتري بشتري عادي، بس بحاسبك بالليل. او لو انت مش بقول لك خد، بقول لك، او ممكن بقول بقول لك لك ماشي في ساعتها، بس هاخدها باتنين واتنين مثلا بدل اتنين واربعة، بحيث ان تبقى مجزية يا بالزيادة عم، من الشراء كده وهكذا، بقول فاهمني؟ بقول لي مش معايا وخدهم حبيب قلبي وقت مش ما انا اللي تحاسب ببقى انا ماسك، هتفرق مش انا معايا. اللي ببقى ماسك. انا فاهمك السيستم ماشي ازاي، هو يا اما باخد المليون وبحاسبك بالليل، يا اما بحاسبك في ساعتها بس على اتنين واتنين بدل اتنين واربعة، ده لما بكون شاري يا عم كتير يعني. عادي، فشوف التاني الاوبشن احسن بالنسبة لك، انك تستنى كده مش هنصور عليك ما تخافش. انا كده هشك ان انت غبي. لا هو فعلا انت انت راجل غبي، ده ستريمر انت يا اكدت صاحبي، على نفسك النهارده. انت راجل ستريمر، ولو نصبنا عليك تطلع تفتحنا، فلا احنا ننسب على ناس غلابة، ما نسبش على الستريمرز. هنوصل ل 1000 شير اهوت 10 رجاله. لا والله عايش، والله لازم النداء الاخير يعني تعملوا الموضوع ده مكان من البدايه يا جدعان. انت ايه يعني، لازم انت اللي تستنوا هدرك ساعة يعني، في اللايف. بيتمنظر ايه بملايينك يعني، انا هو اللي بيتمنظر امال فين؟ بملايينه، ده الامير 60 مليون على ترابيزه 25، دي منظر ملايينك انا فرحان بيهم يعني؟ فلت سيبك منه، سيبك والله منه. يا ابني معوش ورا، بص معايا 4 7 9 10 معوش ورا، بس يا ارزاق هيعمل لعبة وصلنا ل 1000 شير. هتشيب حصل شعرنا والله. احمد عبد الله على الله هيحط لك كلها اللعبة فيها ايه، قرأ توحيد، كل شيء مكتوب واسم مكتوب في التيكيتات. استنى استنى، عشان بس ايه، 1000 شير، 288 هنوصل حلوة 2000 بدل على ما نطلع الاقل. على المية ونخسر. تعالى تعالى نروح نلعب لعبة الصناديق. ايه ده، تعالى نروح نلعب لعبة الصناديق وبعد كده نبقى نرجع تاني بالقلب، نشوف الكلام على ايه. ما الستريمر بقوا كتار. صاحبي شلبوكة واحد بس لو فيها 2000 ستريمر عيب، احنا عندنا كام شلبوكة يا جزمة؟ بتتكلم عندنا كم وحيد؟ قال الراجل تمام ماشي المحترم ماشي. بيطلع لكم بكاميرا، محترمكم. اسكت، ده ممكن ما تطلعش بيها. اسكت اسكت، ولا في احترم. حوارات حصل. بصوا يا رجاله، صلوا بينا على النبي، يلا يا وحش، دقيقة واحدة بس لايك هنا، اكتب كومنت متثبت دقيقة واحدة بس، عند الدقيقة ال 32 هسحب الناس اللي عملت لايكات واحطهم في ده بتاع السنة دي. ما تخافوش، خليكم بس في الديسكورد جايلكم. ثبت بوست انا، ثبت كومنت قصدي على الفيسبوك، وهنا برضو نفس الحوار. لا انتوا صعب قوي ناخدكم من هنا، ان هي مش بتاع، بس تعال نجرب. مش عارف، لا مش عارف، تعال روح على الفيسبوك معلش، بيتعمل كومنت، بيتعمل كومنت ويتاخد منه ما مش بعرف اللايكات. اخد منه بتاع كوبي، مضطر ناخد اسم اسم، وانا مش هتشل انا كلهم. استنى ممكن اخدهم من كيلاني هنا راح يعني، هناك. حاولت اخد رجاله الكوبي كله من هنا كيلاني، والله. اثبت على منصه كيلاني. فاضل 20 ثانية، 20 ثانية بقى افتح العجلة على طول، افتح العجلة واجي اخد الاسامي على طول. ده دي لعبة اكسكلوسيف للناس اللي معانا على الفيسبوك، فلو انت على الديسكورد لازم تروح الفيسبوك عشان تلعب معانا، وفي فرصة انك تكسب شوية مليون حلو. ينفع يا اسطى لو انت بي سي؟ صدقني ما انا جربت، انا بي سي ومعرفتش، جربت اخدها من هنا من الشمال كده ما فيش، بس جرب مثلا حد يحط لايك هنا كده، كمثال كمثال حط كده مثلا لايكات على الكومنت ده. أحلى لايك، اشوف بس إيه ده؟ ممكن اخدهم كوبي ولا لا،
لايك، اي ايموشن يا جدعان، حطوا قلب، حطوا لايك، حطوا اي حاجه يا ابني، حط اي حاجه يا ابني، ما تسيبنيش، ما ينفعش، لازم تقفل الشات، لازم اقفل الشات تعمل. لا شكرا، الله يعزك يا ابني، الله ايه ده يعزك. هو خلاص احنا كده هناخد اسامي الناس اللي مشكلة؟ عملت لايك على الكومنت متثبت في الفيسبوك، والموضوع خلاص كان انتهى. حط انت رياكت، بيقول لك حط انت رياكت الاول وبعد كده ايه والله احنا نمشي. طب اه حطيت رياكت، سلامت تمر. بالنسبة للناس اللي على الفيسبوك احنا طلعنا ايوه ب 27 كده اسم بدأنا يعني. اهو كده، في لايكات عندك على البوست على الكومنت بتاعك. هجرب اخدها كوبي، تاخدت معايا كوبي خير وبركة يا عم، انا ما اكرهش خير لحد. احنا كده خدنا شوف الاسامي اللي على الفيسبوك، ايه وحيد، لا تعالوا هيتفلتروا. نجيب الشاشة، نجيب الشاشة، تعالى نجيب الشاشة، نجيبها على الفيسبوك. ايوه دي الاسامي يا جدعان بتاعت الناس اللي معانا من الفيسبوك. بس تعالوا بقى نشوف ليه الكومنت اللي احنا حطيناه عليه 16000. عشان القلب بتاعي اجيب اصلا منين يا جدعان؟ افتحها منين؟ طيب افتح الليسته منين اللي يخرب بيتكم؟ لسه ايه ايوه فيو الديسكورد؟ رياكشنز لقيتها، ايه لقيتها، استنى. اه ممكن تتاخد كوبي، ممكن تتاخد كوبي تقريبا، بس مش متاكد اوي ان الاسامي هتظبط بصراحه، فانا هجرب اقول هي اتاخدت. بس بصوا يا جدعان، شوف في كلام كتير محتاج هواء يتمسح. عاش عليك يا سيلفا والله. في اسم كامل اتمسح، كيتو، معلش كيتو. حكيته يا مصطفى. اول ديسكورد ده يا جدع اللي اخترعه كده. خدنا الاسامي من هنا واسامي من هنا، بس لسه ما بدلناش الشاشه بتاعت الناس في الديسكورد. خلينا نبدل لهم السكرينه عشان شو انتوا. نفتح هنا، تعالوا معانا، اللي اسمه هيطلع يختار رقم من 1 ل 50، والصندوق بقى انت حظك، يطلع لك خازوق ويطلع لك ملايين. محمود سامي عبد الله ده من على الفيسبوك، الراجل المحترم اللي اسمه محمود سامي عبد الله. مين اللي راح وجيه على على الديسكورد؟ محمود سامي عبد الله كريم عمدة مات ولا ايه؟ كريم عمدة، نجيب لك الدكتور كريم. يلا انت هو اهو، انت الراجل شكله مش مستني انادي موجود عليك ولا ولا ايه؟ ايه؟ على محمود سامي عبد الله. خلاص احنا اذكر كده ايه، واشكر استنيناك يا كتير يا شباب جدعان، استنيناك كتير، والله. سيلفا استنيناك كتير، عامل شغل، استنيناك كتير. خلاص يا باشا الرقم من انا شلبي هاي ولا سكول كلابي؟ ماليش دعوة. شلبي الله الله الله، الاحسن اختار دي شلبوك رقم من واحد فرق ايه؟ من 1 ل 50. استنى من 1 ل 50. ايوه ال 49 49. ازوق ايه؟ اوه ايه؟ ايه طب ايه؟ ليه؟ ليه؟ حبيبي حبيبي انت شلبي والله، ليه يا جدعان؟ أول وده واحد يلبس اقل خازوق شلبي ده يا عندنا، جدعان. عشان انت لا راجل وبعدين ايه؟ مش محترم هيغير بس خازوق، بتاخد الخازوق على النوم، عشان ما حدش يطلع له زيك الخازوق. انت مالوش بتشيل على النوم، خازوق، مالوش ملامح، بدخل لك من أي حتة. بابا المجال ده كان معانا هنا من يلا شوية. المجال، المجال على الفيس، لا لا ما عمل لايك وراح اختار نقل لك على اكونت خازوق. تاني، عمل لايك وراح على اكونت تاني حرفيا، اديله 30 ثانية خلاص على كده. 1 2 طب انا عندي الثواني تحت، اول ما تكمل ال 40 ثانية خلاص، اللي هو 36 دقيقة و 40 ثانية، 33. الراجل سريع لسه معانا، تمام كفاءة. اختار رقم كام؟ لا 33. انا في الموضوع ده وقت محتاج كريم بقى يجي يشوف لي الخازوق الغريب ده. اوه تمام يا خازوق جدعان، قديم تمام. راح الخوازيق بلاش. معتق معتق ده خازوق، يبقى يليق بمقام بابا المجال فعلا. خازوق مصدي، عايز واحد خازوق مصدي. كاترينا، لا لا والنبي، تمام. محمد صلاح حياتك كانت جت على كاترينا، انا جت على كتفه من الكلب ده. كاترينا، كاترينا ايه؟ جت منين كاترينا؟ انا ما فين مروة؟ مروه مين؟ فين مروه مروة؟ مين؟ نورة، نورة مش مروة، نورة. محمد صلاح، اختار رقم كام؟ محمد صلاح، محمد صلاح، محمد صلاح.
لا معلش اكتبه تاني، ده مش هنتعبه معانا انا عادل. شكرا يا محمد. اه محمد صلاح ده راجل محترم ومعانا من زمان، راجل محترم ومعانا من زمان، عارفه انا عارفه. 48 اوف اوف اوف، ايه ده وي، ايه لا ده وي، لا ايه ده رزوق وي، حرق لهوي في بواسير يخرب بيتك. ده صعب يا وانا وي والله، ناسيين والله. ده جنب خازوق غريب. زيزو ولا محمود؟ زيزو، زيزو ماجيك يلا برضه من شوف على لك، الديسكورد. شوف لك خازوق على مقاسك يا زيزو. زيزو ده من الديسكورد، تعال على الديسكورد. ايوه اختار رقم 36، يخرب بيتك يخرب بيتك، انت راجل محترم بسم بقى، الله ما شاء الله عليك ليك مستقبل يا ابني، ليك مستقبل، ليك مستقبل يا وحيد، كلها خوازيق والله العظيم. انت اللي والله. فقر، انت ونصيبك يا عم انتوا اللي حسام، فقر. يعني يمكن يطلع لك، يمكن يطلع لك حاجة. ما هو شلبي بيستفتحها بأول خازوق غريب. عايز ايه؟ صلاح مو خرق، مش قصدي مو عليك انت، صلاح انا بس بكره البني ادم ده. 10 وحيد وكمان مختار رقم نجس. تمام، انت حر يا ابن الذين. تعال لك ايه، تعال لك 10 10، انت نجس نجس عشرة. يعني. عرفنا يا جدعان مين اللي مخسرنا في اللايف، أو ب 10 مليون اسمك نجس مو صلاح. ورقمك نجس واللي كسبته يخرب بيتك. اشرب كل خزي. هو واحد كسب زائد تهزيز ابعت 10، ابعت الاي دي، ابعت 10 مليون، ابعت الاي دي، بعد وده يخرب 10. بيتك. بتقول ايه؟ مش احنا، مش احنا اللي بعيد، ابعت الاي دي، طلع ابعت الاي دي، بعيدنا. ابعت الاي دي. طب عشان ما تزعقش، اسمك ايه؟ اسمك كتفه 22، كتف 10 مليون. اسحب اللي بعدك قبل ما انت تفتح. حد بقى من رجالة الفيسبوك بقى، وايه مفيش غير الديسكورد. الله، مين؟ احمد عيسى من على الديسكورد. أنا عايز 15. 15، امثال الحال. هوب، بص لو فاضي. وحش ولا حلوه صح. ده فيسبوك بقى، أم كفايه حلو. كده فيسبوك، كده كفايه ديسكورد بقى. يلا بقى، خليك عجله عجله جدع، وطلع لنا حاجه من على يخرب بيتك. هنسحب كل الديسكورد الاول. طب ولا اتلاني؟ اختار رقم اتلاني، اختار رقم. ايوه كده 28. 28، تك 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 تك. 5، عشان حسد يا صاحبي، عشان حسد. ابعت الرايد بتاعك كلاني كيلاني، 5 مليون. انا ازاي عجلة عبد الرحمن احمد؟ يمكن عشان ما عملتش لايك يا عبد الرحمن يا احمد. كلاني سريع، ابعت لي الواد دي اصلا. طب ثانيه اشوف بس مين اللي سحب بعد منك. اه بص الحظ كلاني، طلعت برضه في الفيسبوك، بس احنا خلاص سحبنا كلاني، فمش هينفع نسحب كلاني تاني. بس حلو، طب واللي طلع له خازوق وممكن يطلع، ممكن عادي يكمل لا عادي لا، اي حد بيطلع اسمه بشير على طول، مش هدي فرصه لغيره انه يجرب حظه. كلان انت بعت له يعني؟ دي لا وانت قافل يعني. يا صاحبي، لما تفتح قول لي، افتح قول لي. صح، هو كان عامل لايك هنا وهنا، راجل مجتهد، بس للاسف الكتاب ده مش هيفيده بحاجه. احمد الجندي على الفيسبوك اخيرا، احمد الجندي. بس لو واحد زي حالاتي يعني، واخد خازوق في الاول يعني، ليه فرصة تانية بما انه عامل هنا وهنا؟ لا خلاص والله، خلاص والله، والله لا يجوز، كانت لا منه يجوز. وخلاص. اه ندي فرصة للناس خازوق التانية، كبير، عشان الراجل كسب اسمه ندي ايه، الناس احمد ايه، تاخد خوازيق. احمد الجندي. الشغلانة كلها خوازيق. ابعت الاي دي دلوقتي، ابعت يا عم الاي دي يا عم. احمد الجندي اختار رقم 4، الراجل المحترم. رقم 4، 5 مليون. احمد الجندي، ابعت الاي دي بتاعك في اي وقت، هنكتب اسمك هنا على الفيسبوك، احمد الجندي، 5 مليون، عشان بس مننساش. ونسحب اللي بعده قبل ما اي حد يتعطف عليا ويتكرم عليا ويبعت الاي دي ويكون فاتح. تعالى مثلا نجرب كلاني، كلاني لسه قافل. كتفه بعت لي الاي دي، تعالى نجرب كتفه. يلا ثانية، كتفه فاتح، انا جاي 10 مليون، أحلى 10 مليون، هطبطب. أحلى 10 مليون. بس كلاني بعت لي اي دي طلع تاني. اختار. تمام، يلا 50 بقى كده، بعديه رقم 50. كلاني فتح، خد 5 مليون بتوعك يا كلاني. لو طلقة، اختار عصبت رقم 50. استنى بس اشوف على الفيسبوك الراجل المحترم اللي كسب ده بعت لي ولا لسه.
بعت الرايدي كان ليه 5 مليون، عشان بس يبقى خلصنا كل اللي فات بعتنا لهم ملايين ونركز مع الجديد. قافل 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 يا احمد يا جندي، قافل انت. اختار كده كام معلش يا شلبي؟ 50 50 يا عم بالطاقة. الخازوق الغريب. اوه ابعد يا صاحبي، اديلك 10، ابعد اديلك 10، ابعد يا طلق، خد 10 على طول. لا بس اكيد انت جاهز على طول الاي دي. اه مليون جاهز انا أغنية عارف. سجل يا عم، لسه بدي 1 10 من شوية، مش هستحمل أنا كل ده. فايز منكم تطلعت كام؟ 10 دي تاني واحدة، عشرتين دي تاني واحدة يا طلع. مش نافع الكلام ده. لسه كده صح. افتح بقى افتح بقى، انجز حالك. ابعت لك ازاي وانت قافل؟ طلع احرق لازم يس عشان يدخل الاي دي لازم تكون فاتح اصلا. حصل. اه دي بيزكس، انت اهم حاجة اسمك تكون لو جاهز. طلع تقريبا هشيل طلع عشان سيب صح. عادل 42 الاخير، انا نفس عادل طلعت ما اسحبش لو مش هختار، بسحب اللي بعده عادل. 1 وهات احلى خازوق. لا ما فيهاش عادي بقى خلاص. غبي علي. علي ده في الديست علي صح؟ 38 ده معانا، ده مش عارف بفكر ما اسحبوش 38 برضه، بفكر ما اسحبوش برضه عشان انت تبعنا برضه، بس الناس تبعتنا وكذا. ماشي ماشي، اختار انت رقم واحد يعني عادل، وانت اختار 38. عادل اختار رقم واحد. حظك ما تعلقش، حظك ما تعلقش ال 10 مليون يا عادل، عشان كنت هطلع اجيب لك الريبلاي من فوق واقول لك افتح افتح حر. حظك والله 38 من الراجل المحترم التاني اللي اسمه علي. يا جدعان الحلاوه اللي انتوا فيها ده يا ايه جدعان، ولا انتوا اخواتي اخواتي والصحابي والله. طلقة بيقول لي انا فتحت، تعال نشوف الطلقة فتحت ولا لا. سريع 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 ما تخافش. تعال نشوف، لا فتح جامايكا ده، ده انا فتح. عرفته ده. طب احلى ابعت 10، براحتك بس ال10 مليون. بعت ال10 اي خدمة. خد الكلاني اللي 5 مليون، كلاني ما بيفتحش، مش عارف اقول لك لاني انا تعبت والله. لا اسلم كلانة عليك، كده ما مش هينفع، في مجهود بيتبذل يعني. فايز انجز منكم فايز منكم، انتوا احرار يا جدعان. سريع ومدي في ايه كل طيب؟ حاجة ما كويسة. خلاص بقى خلاص بقى، حلو كده بقى. ايه بقى اقول رقم اكيد اللي في بيتك؟ قال لك ايه؟ احمد الجندي، بعتلك 5 مليون يا جندي ولا لا؟ مش فاكر. 656 حكيته ايه ده؟ 656 ابعت إيه حكيته. لما بعتلكش انا يا احمد يا جندي، انت كنت قافل تقريبا. خلينا نجرب تاني كده، انت فاتح واسع. وريني الأرقام، وريك الأرقام. بعتلك 5 مليون يا احمد يا جندي. ما هو في من 1 ل 50، في 50 رقم طلع يا اسطى، يعني هو عايز يشوف ايه الأرقام الارقام اللي يا فاضلة صاحبي، ايه. ايه الارقام يا صاحبي؟ انجز حالك بقى عشان ايه، وانت انجز حالك انت كمان لان الله يخليك. 21 21. بص الراجل ده يا جدعان سلك، الراجل ده محترم وسلك، والصندوق ده فيه 10 مليون. اوف. بارد يا بارد. لا ده زي غزو على البارد كده يا صاحبي ده. مش هيلحق اول ما يبقى يلحق. ايوه ضعف على محمد حاتم، لا يوسف، يوسف يوسف ده راجل معانا على الفيسبوك. فنشوف يوسف، يوسف 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 اختار رقم 22 قبل ما اشوف ان هو كسب اصلا. ما شاء الله رقم 22 يوسف، يوسف 5 مليون. يا لازم ريت يوسف تبعت فتح. لي الاي دي، يا ريت تبعت لي الاي دي. يوسف يوسف 5 مليون عشان ما ننساش. و اخدهم من هنا على ام 10 هنا طاروا من احسن. يا طلع احسن لو وقفت على طلقة هنشيل اسمه ان هو طلع قبل كده، واحنا نسيب بس نمسح اسمه. عبدو احمد على الديسكورد. انت اول ايه انت السرعة ايه دي؟ السرعة دي؟ طب اكتب يا عم، اكتب اكتب خليك انت بس سريع بعدها لك. 27 27. 27 جهز اللعبة بقى وافتح الاي تكتك دي تكتك عشان تكتك. هتكسب 10 دلوقتي. ما تفتح وانت اللي انا قلته لك اصلا ما بلون البحر، ينفعش 10. بلون وريحته وطعم البحر، ذوب بطعم السمك. في كمية غوازيق انا سايب غريبة. الاكونت مفتوح على البي سي وحيد، انا معيش الاي دي بتاعك يا كلاني، ابعت الاي دي تاني اللي ارد عليك. وليد عصفورة على الفيسبوك، في نفس الوقت نشوف اللي اسمه يوسف، يوسف بعت الاي دي ولا لا عشان ابعت له ملايين. ايوه يوسف، يوسف بعت الاي دي.
لقيت في شم النسيم كان بيلون الخوازيق مش البيض. كان بيلوزق. ايوه يوسف، بيلوز يوسف كده. بعت لك ال5 مليون. يوسف الراجل المحترم اللي طالع اسمه دلوقتي عصكورة، هنشوف كتب رقم ولا 40. 40 40 40 تك 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 5 مليون. ايه بعت يا وليد عصكورة الاي دي بتاعك؟ ما في ناس بتكتب 5 و10 اهو، يعني ايه كمية الخزين اللي احنا خدناها؟ 40 مليون. ايه اللي اخرب بيتك؟ 5 مليون. طيب يلا ما تبقى تسأل اللي حد بعده، يروح وده هيبقى اخر واحد معانا نسحبه. ما كان راح نلعب شويه بقى، كان كمل انت عندك زياد ال10 زياد اشخاص صحيح. زياد 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 احمد على الفيسبوك. يا ده احمد عشان ما مش انساش هو كلاني، بس زيزو؟ عشان ما انساش كلاني اطلع فوق. ما هو زيزو، هو زيزو، هو زيزو. هو زيزو خلاص يبقى تشيله. شكرا على النصيحه، انا وحيد. خلاص بقى انت تتفتن عليك بقى على جنب بقى، انت عيل مسالك. هو اللي وعلشان قايل مش انت انا. عيل مسالك، انت هو اللي قايل مش انت؟ ايه ده؟ هو اللي قايل انا يا وحيد اهو مش انا. انا بقول له هو، انا بقول له هو مش بقول لك انت، بس عشان انت اللي فتنت عليا شلبي، عشان انت راجل محترم وبترسيني مش انا وبتعرفني. اللي فتنت، هو اللي كاتب، هو اللي كاتب انا يا وحيد. هو اللي فتن على نفسه؟ ايوه. يا عم عديني 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 لا لا عديني لا لا عديني. استنى بقى، تعالى صاحبي عشان ظلمتك، اضطر ظلمتك معلش. ما مش عايز والله، خوازيق كتير يعني، ده ال10 مش ارحم انت من اصلا، الخوازيق بكلم مش زيزو انا. اللي انا ظلمته ده. تعالى صاحبي، لو انت قلت ظلمته؟ تتنجس عليا بقى تعالى صاحبي، خلاص صعبت عليك تعالى. ما هو ايوه، علشان هو سالك وقال لك ان هو انا وحيد، ايوه ايوه فعشان راجل كده. محترم، تعالى زيزو، تعالى زيزو. يا كلاني لسه فاكرني يا كلاني. شكرا يا صاحبي ان انت بعت لي الرأي بتاعك، شكرا شكرا يا كلاني. تعالى ايه شكرا ده يا ليك يا شلبي، لسه. بيكسب؟ شلبي بيكسب؟ لا انا باخد خوازيق يا نجم، يعني عيب علي ايه؟ بعت لك يعني ب 5 بص، عايز مليون اقول يا لك على كلاني. حاجه، انا طلعت في اول واحد اخد خازوق وغريب، يعني طلعت هو التاني، واحتمال لو انا جيت وقلت واخترت رقم هاخد خازوق تاني، وليد إيه ما اعرفش عصكورة بطعم ايه. خدنا الاي دي بتاع وليد عصكورة، ربي يبقى فاتح عشان لما خلصنا كده كل الناس اللي مدعين. شلبي معانا لسه في منطقة الأمان. طب لما انا هقول لك هاخد، على حاجه، اخر لو هو اتنين، اخر سابني اتنين، اخر حلول هاخد اتنين، خازوق اخر تاني اتنين. والله. زيزو وزيزو وشلبي يختاروا كل واحد كده اخر اتنين وخلاص. اختار انت زيزو زيزو. شلبي اتنين، 42 زيزو. تعال نشوف، اختار 42. والله ما انا مختار حاجه في الاربعينات. الله، حته بقى 70 كفته بقى، 70 كفته، شويه بقى جرجير كده. اوه، اختار يا شلبي، اختار اختار يا شلبي، فتحت نفسي على الاكل اختار، والله. وريني زي ما تشوف كده. اتفضل يا صاحبي. هات رقم 5 يا عم. يلا بلاش، لا مش عارف، هو 10 كتير. هنرجع تاني على اللعبة بقى، وابعت انت الايد بتاعك عشان ابوكه. ابعته فين طيب؟ اي حاجة، ديسكورد اي حاجة. انا بعت كده العصفورة خلاص كده، مفيش حد ليه حاجة. نغير بقى الشاشة كمان من على الديسكورد، نرجع تاني على اللعبة عشان يبقى على مضافة. المهم ان احنا، بص يا جدعان، احنا اتروق علينا. بص، خوازيق و10 يعني من كل الرغيف عيش. انت اللي اسمك موناليزا ده؟ يا اسطى، عملنا يمين جديد يا اسطى، ربنا يفرج علينا ونكسب. انت دخلت الدوامة دي خلاص، كنت لسه بدري عليك والله. والله انا كل شويه اعمل ايميل، ف مش بكتر ما الايميلات، فيش مش بكتر الايميلات، بنخسر فقر فقر. تذاكر ولو كده. اخر تذاكر اللايف، شويه اخر كده اللايف وهتوصل يا يا عم. صاحبي، شويه كده وهتوصل. بس اقول لك على حاجه، انا هبتدي اختار الناس بقى اللي تكسب التذاكر، مش هقول على اساميها طبعا، بس هبتدي اختارها كده في صمت كده، اشوف مين الناس اللي فعلا معايا، وعشان تبقوا فاهمين، بس ذوق انا غريب. مطالب مني ان انا اختار ناس من الفيسبوك وناس من الديسكورد. انا مش هقول الاسامي اللي اخترتهم لحد اخر اللايف، ومره واحده هقول لك انا اخترت فلان وفلان وفلان من على الفيسبوك، وفلان 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 من على الديسكورد. الدنيا حلوه كده وواضحه، محدش هيعرف هو كسب ولا لأ لحد آخر اللايف. شفتوا انتوا السسبنس ده أكتر من كده في حياتكم؟ احنا هي الرجالة البطولة مواليد السبعة. هتطلع، هتتلعب البطولة هتتلعب الساعة 8 بالظبط. مش عارف البطولة ميعادها امتى بالظبط، بس كده كده هو احنا بنشرح دلوقتي ازاي نسجله، بعد ما اوزع الاكواد
هنشوف البطولة امتى وهننوه يعني عليكم قبل ما يجي بكرة أصلا، هننوه عليكم النهاردة البطولة ماشي، هتيجي عشان امتى، أكيد بس البطولة موجودة دلوقتي يعني. عشان أكيد البطولة موجودة، لبسنا أحلى خازوق إحنا يا شباب، أحلى خازوق. والله خازوق خازوق وعشرة يعني، مفيش حد قد يا جدعان. بص كيف من فل، الصفحة منزلة بكرة الساعة 10. حلو حلو، أكون رحت الشغل يعني، حتى لو كده راح أفتح هناك، لو قعدت مع وحيد ولا حاجة. ألو، هو ساكت ليه؟ رغيف عيش، خازوق رغيف عيش، خازوق 10. الله الله، ده رمى عليه بال 100 مليون ولا همه، ده اكونت ده اكيد وش، يا اما لا مش عارف، يا اما قلبه جايبه، اه معاه حاجه مهويه قلبه مش عارف. بس انت هتكسب، انت مش وقتها هتشوف. فقرت انت الواد فيها ده مع خلاص، انت اسين، مش فقرت فيها خلاص، مع اسين، هو مع اسين، مع انت اسين، فقرت يا مع باشا. ايه؟ شكرا يا شايبين؟ باشا، شكرا يا باشا، شكرا يا باشا، شكرين يا كبير، شكرين. حاضر. تقول لي يا شباب، ما بقولش حاجة، بقول واخد خازوق واخد 10. لا احنا اللي ايه لسه تقول واخدين ايه؟ 10 قول دلوقتي. يا واح كيرو، انا بقالي كتير ما بكسبش حاجة خالص. ما عشان انت مش بتبقى موجود يا علي نجم، انت كنت بتوزع من يومين كده على الجروب هناك وكنت مولعها يعني، الله ينور عليك يعني. النحس مش معانا خالص يا وحيد، ورايا بكرة امتحان، كسبني بقى بالحب عبد الرحمن علي. روح ذاكر يلا، روح ذاكر اللي يخرب بيتك. انت عندك امتحان وعايز عارف تذاكر وانت بتلعب انا ناقص، يا اسطى؟ تيجي تسقط ولا حاجة؟ البطولة الساعة 11 يا شباب. ماشي مش مشكلة، كده كده يعني أنا هفتح وأكون مع وحيد يعني إن شاء الله وأنا في الشغل. البطولة أهم. مادة بكرة، هي البكرة البكرة هيدرس فيها إيه بكرة؟ هيكتب بقى في الامتحان إيه؟ إن وحيد خسر 10 أدوار، قصدي خسر وحيد لعب 10 10 أدوار وكسب ادوار، منهم، يا ترى كسب كم دور و منهم؟ اختار من الاجابات الصحيحه. وإسلام شلبي أخد خازوق غريب و10، وما يعرفش مين خد خازوق ورغيف عيش. اختار زميلي كلاني كسب 5 مليون 10 مليون خازوق عامل الكرات. ان شاء الله ايه الراجل اكسب المحترم البطولة. ده؟ الله ابو الزجاجيك، على الله، عابر عابر صحيح. اختر ما بين القوسين، اختار ما بين تناول. ايوه معلش يا شلب، معلش، احنا نحفر تحت الارض احسن. يا ساتر على كمية الأكونتات الفيك الزبالة. قاعد عمال تفلتر. اه مش هاخد أي اسم خلاص، مش عقول ربنا أي ما سوق. سبت اللايك، النت فصل بعد الشير على طول، جيت من الله في ياه لايكات الفقر. سبحانه تتعود أسامة يا مدير. خالد، سبحانه أسامة خالد، تظهرت دلوقتي لما ياه. على كده نشوف الراجل ده ايه فيك ولا تك تك تك. اوبا احنا أحلى ما حروف هنخافش، قاية. احنا ما هنخافش. ايه بس ده انا ساعه من كله اصلا أنت خسرانة اول 9 أجيام خسارة، و الجيم التاسع بقى هو اللي كان فيه مكسب يا خالد يا محمود، تمام؟ فعشان نركز بس عشان لو كده في السؤال جالك الامتحان، محدد. الراجل اه اللي هيجي عشان لو السؤال جالك محدد ما هيجي بقى أقول لك بقى إيه في أي جيم وحيد كسب. ما هو انت بقى لازم تكون يعني، وعلى ما احنا فكرة مش ممكن لحظة الامتحان ذاكر يطلع كويس. راجل رخم ويقول لك كسب بإيه، ده كان انا ممكن عارف هو كسب بايه الدور ده، ماشي؟ كان الدور التاسع عشان تبقى برضو مركز، وكسب ب 9 سيرف كاي. انا ممكن يسألك معاك في أي والله حاجة يا معاك، باشا.
والله عايز العظيم اقول لك احنا مهيسين يا جدعان. احنا سحبنا 3 لحد دلوقتي من اوكي لاني الفيسبوك، مذاكر اهو. وسحبنا 3 من الديسكورد، سحبنا من هنا 3 وسحبنا من هنا 3، لسه بقى فاضل لنا شحنة نازلة 10 اكواد، فعايزين نسحب 5 و5. عندي كاستباع ابن لذينه، بس ايه ما الواحد بعد اذنك او ربنا كفو، ورا امتحان وجيت لاجلك والله. ايوه الله يعني عاش عليك والله عبد الرحمن، بس انت فاهم يعني عندك امتحان يعني، طب ذاكر يعني. انا مقدر ان انت موجود معانا والدنيا تمام، بس يعني مش هنبقى سبب فشلك يا اسطى يعني، عيب. كفايه كل اللي يعني اللي قاعد دول سبوك على الفشل، تبقى انت الاخير. اسعار الملايين يعني اللي فول ده، عشان ورا مش كويس وانا قاعد بكل ملايين، فما اعرفش اللي قاعد معايا قاعد بايه، فاهمني؟ بس انا لما ورا يكون مستاهل ان انا بلعب. عايز اقول لك ان انا كنت قاعد على الترابيزه الكريزي بالملايين كلها، اللي هو 600 مليون كنت قاعد بهم على الترابيزه، مثلا ال 100 مليون على الترابيزه الكريزي، كنت مطلع منها الترابيزه دي ب 2 مليار او مليار وحاجه انا ما اعرفش اعمل كده وانا والله يا قاعد. باشا، ما اعرفش اعمل كده والله، لا اصل ربنا بص يكرمك اقول لك اصلا. على حاجه، انا مش قاعد عشان العب واكسب، انا قاعد بص اللي هو بتسلى. انا لقيت ان الاكونت ما بيخسرش، وانا لقيت فاللي ان هو لو نزل لي شغال 9 او 10 او بنت هكسب، بس لو نزل ايس هكسب، لو نزل اي حاجه هكسب، ده اللي ماشي. انا بس لقيته. خلي بالك في فلاشة حلوة، في فلاشة لذيذه جميلة. جميله فشيخه. ماشي هنلعب بقلب بقى، هو لا ان يلعب على ريز الفلوس. جامد، ريز حلو ماشي. هو فلت يا لا، يبقى عنده قلب يلعب على الفلاش يفلت. ما عندوش قلب وهيفلت في فلاشين. انا كسبت شافك عشان التاني ما كانش يلعب، بس وكسبان اكتر منه. لا ده هو معاه ترتيبه كمان، ايوه ماشي. مش فلوش، افتكرت معاه فلوش. لو ان انا بكون امتحان اقول لهم انت ما تعرفش انا معايا كود ايه ولا ايه؟ يخرب بيتك عبد الرحمن. لسه ما جبناش ال 300 بتوعك اللي انت داخل بيهم. جيم ده مش حاسه ممكن يجي منه، ممكن بس مش هتكسب برضه. لا كويس، انا هفلد مش فول هتكسب، هاوس. فول هاوس مش هتكسب. خالد هلالي، عامل ايه يا حبيبي؟ ايه اخبارك؟ الراجل ده من الناس المحترمة اللي معانا من زمان. مين؟ خالد هلالي فين هو؟ على الفيسبوك. ولا هلالي؟ انا ما انا مشفتوش ولا ايه؟ وليه مش هلالي طالع لي على هلالي الفيديو؟ هلالي هتلاقي دخل الفيديو، دخل الديسكورد اهو، معانا على الديسكورد. دخل الديسكورد. هو موجود على الديسكورد برضه؟ مش شايف لا بس ولا ما دخلش الديسكورد، ما دخلش. انا اهلالي مش عارف، مش فاهمك والله. يعني ايه انا معك؟ يعني انا معاك وحيد، مش فاهم. هتصعب عليا فكسبك هنا ولا مش فاهم؟ يعني ايه انا معاك وحيد؟ يعني ليه تشتم في نفسك؟ صح، انا قلت لك ايه؟ مش فاهم والله، ما فاهم، مش فاهم حتى بتقول ايه. أمك عجلة نكسة. عايزة كنت عايز تلعب الدور. طب وانا برضو عايز العب، كنت مفيش حاجة اقول لهم مفيدة في الورق، بس هلعب مش عارف ليه. لا واد رامي، انا مش واخد بالي من الواد الرامي ده. الاتنين قسموا عليا، دين امي. الف مبروك يا بقول لك هلال، هلال، انت عاملين ازيك يا هلال؟ معاك كود هلال ولا لا؟ معاك كود الاشتراك في البطولة بتاعت 20,000 بكرة ولا اصلا هتبقى فاضي لا تلعب هلال ولا لا؟ هلالي ده على الله مش معاه حاجة يا عيني. انا عارف، عشان كده بسأل. لو معاك كود قول لي، ولو انت اصلا مش فاضي تلعب قول لي برضه، بدل ما تضيع الكود على الفاضي، يعني دي حد يستفيد بيه. لا هيلعب يا اخويا، اديله الكود. هلالي معاك من زمان وحيد، فاكرني انا اساسا محمد، ما عشان كده مش هكسبك. علي النجم جاي بيقول لي انا مش معايا كود على بابا. اكيد، يلا بس لو معاه هفتح اكيد. قال لك مش معاه بس لو معاه هيفتح اكيد.
هو كده ابسط خلاص يا جاست. صاحبي، انت الف مبروك عليك، اهلا انت كده كسبان معانا. فاضل واحد بس انا شاكك في امره، مش عارف هو اكونت فيك ولا لا، لانه عمال يظهر ويختفي. يعني انا كده سحبت ايه، سحبت ناس، بس فاضل واحد انا مش شاكك في امره، مش عارف ده اكونت فيك ولا لا. نخليه خلاص ولا نتاكد الاول، نشوف حد احنا متاكدين ان هو تمام. والله شوف اي حد تاني واعمل بينهم حد باش متأكد وحيد. ولد عيب، هلالي واحد بس، ما تقارنش نفسك بهلالي. والخازوق بص، اول واحد يبقى انا من من الناس الناس اللي دي والله الوحيد يا حبيب اختارها قلبي، يبقى معروف، الباقي ما حدش عارفه. والله يا حبيب قلبي انا مش هكدب عليك يا بود، انا بشوف كاترينا اسمك بفتكر الاسامي فيك، انا بشوف اسمك بود فيك مش اكس بود، اكس فيك بكلمك شغلة. وحيد بليز. لا انا معايا كود، وانت عارف يا اسطى انا مش هكسب واحد اسمه بابا المجال نيو تو بيدج وحاطط صورة كريستيانو مارس. ده انت واخد الباكج بتاعت الفيك كلها، ما شاء بص الله عليك. يا جدعان، اي حد حط كريستيانو، اي حد حط محمد صلاح، اي حد حط ميسي، ابعد عنهم. انا بعتبر الناس اللي حاطه صور الناس دي شواذ. يعني هل انت شايف ان كريستيانو سيكسي بالنسبه لك في تحط صورته؟ هل انت شايفه ارجل منك فبتحاول تبقى توصل له تتشبه بيه فحاطط صورته؟ يعني ايه وجهه النظر في ان انت تحط صوره كريستيانو وميسي؟ حتى ميسي وزع قد كده. اتفق معاك. لا استد ميسي مين ورونالدو بيه؟ يا عم مش عارف يا عم انت، ده حاجه تقرف. لو ما لقوش غير اوسخ واحد في البلد يا ويقول لك عم عليه فخر هو بص، العرب. فخر ايه يا عم؟ فخر ايه بس يا اخي القرف؟ عايز اقول لك على حاجه، هو في ناس ممكن تكون بتحط صور للعيبه، يعني اكونتات ايه فيك يا عم، كان هو حد ايه اكونتات فيك. هيحط صوره لعيب كوره ليه غير لو هو اكونت فيك؟ مش عايز يحط صوره عشان مش حدش يعرف هو مين. بس ده بالنسبه لي انا بترجمها كده، انا بقراها كده، والله اعلم. برضه ممكن يكون الناس حابه عادي اللعيبه، بس انت بص يا اما اقول فيك لك، يا اما مش عايز راجل اقول لك على مظبوط. حاجه والله. بص يا جدعان، والله يا جدعان، الناس اللي هتيجي يعني بالدغري كده، انت اسمك احمد، حط احمد والدنيا تبقى تمام، اكتب احمد وانه ما فيش غيرك. انما تكتب احمد وتدخل لي بابراهيم وتدخل لي بحسن وتدخل لي بحسين وانت فلان وانا علان، انت كده بتزول نفسك. صلي بينا على النبي. طيب اسامي اللي كسبت على الفيسبوك، اسامي الناس اللي كسبت اكواد الاشتراك في البطوله على الفيسبوك، حازم مصطفى، هفتح سيلفا، احمد اتش السيسي، ايمن عاطف، وخالد هلالي. دي اسامي الناس او الرجاله اللي كسبت معانا اكواد الاشتراك في البطوله بتاعت 20,000 عاش من على الفيسبوك. عاش الناس اللي على الفيسبوك. ده انا بحلف لك والله اني مش معايا كود، اقسم بالله. والله والله يا شيخ العرب عبد اعلم الله يا عم. اكس بود، يبقى انا من الناس دي. ايه ده، عبد الله اكس بود ده ويوسف اكس بود، ايه ده؟ سبحانه قلت له ايرور، سبحانه. عملت له ايرور. انا عارف عبد الله اكس بود ده، تمام، ويوسف اكس بود ده، يعني انا ده كله انا مفكر الاثنين ممكن يكونوا تبع بعض، بس كده بالكلام ده ان هم بيثبتوا يقول لك لا انا مش تبع حد. هما تبع بعض كده كده. النبي طب انا رد ذمتك يا راجل، يا راجل كبار، انا هكلمك وهكلم راجل مش هكلم عيل اكلاني. بذمتك يا كلاني، انت معكش كود، معكش اكتر من كود كمان اكلاني. مستحيل يختارني معايا كتير تاخد توزع خلاوة بالظبط. يعني انا مش عارف اقول كده. لك، في ناس بقى زيك اكلاني والله. انا يا جدعان لو معاك اكواد، الناس معاها اكواد، انا مش بس هبقى واخد فرصه الناس التانيه، لا انا كده كمان هبقى بضر نفسي. فهمت الفكره؟ يعني عندك الواد اتش سيلفستر ده اهو، عنده بتاع حوالي 17 كوب. ده ربنا يسامحه وياخد حاجه الاتنين. انا ممكن ابعت كود لاتش بس لو افادني في حاجه، حاجة برضه أنا محتاجها في الشغل. هبعت لك كود اتش لو فدتني فيها. مش حاجة ببلاش يا صاحبي. 17 كوب، ربنا ابدا. انت اللي قايل يا اسطى، ومش فاكر مين اللي فتن عليه، تعالى لي خلاص وهطلع هسألك السرير سؤال، مش معاه. تعالى خلاص هسألك سؤال.
لو عرفت اجابته صح. ده ممكن تلاقيه عارف انا كل عشان كده الاجابات. هسأله. المانجت. الله العظيم ما بدناش. طب كلم وحيد، كلم وحيد. خلاص هنا يا وحيد. بسأله اهو، بسأله لو عرف يرد عليا واتأكدت ان اجابته صح، انا مش بس هبعت لك كود، هو بيقول لك هروق فين؟ عليك على بمبلغ ابن الديسكورد. حرام على الديسكورد. اهو اوبا يلا هروق يا عم عليك على بمبلغ ابن الديسكورد. حرام يا صاحبي، ان انا من شغلي ان انا الاقي الشخص ده مش لاقيه. اوه عايزين نلعب دور حلو بقى، شدنا 200 300 مليون كده. يلا بينا، يلا بينا. انا بسأل ايه اللي سؤال ايه؟ لو جه عليك الدور واتش ما يعرفش وانت كان عندك الاجابه، يعني هنديك مكافاه. شخص بتحاول تشوفه ما تقول عليه وحيد، وانا هقول لك غلط. عمده. انت مختفي ما تعرفش حاجه عن اي حاجه. عمده، عم نسأل الناس سيب الكبيرة. الخبره، الخبره اللي قاعدين في البتاع ده. ما فادكش صح؟ لسه بيتكلم، لسه بيكتب. هنشوف الراجل ده المفروض واحد مخضرم من ضمن الناس المخضرمه اللي قاعده في المجال، وعارف كل واحد مين وفين ورايح وفين، وعارف لون بوكس كل واحد فيكم لابسه ازاي دلوقتي، وعماسه كام، وغسله ولا مش. بص، عارف كل حاجه عن تفاصيل حياته، كل حاجه. حسين برضو، حسين برضو، يعني ممكن تلاقيه برضو في من ضمن الناس دي برضو. صاحبي مفيش حد في المجال ده اتقل من اتش، وبعديه ربيع، وبعديه حسين. احنا بنتكلم ربيع هنا برضه وكيلاني. اولويات. اصبر بس، اولويات. لا، اصبر ما شفتش حسين. كيلان انا كتير بصراحه، ما لقيتوش منتشر. لا كيلاني ده بيلعب في الاستخبص بس. ده متاكد؟ خلاص، يبقى نسال الاربع خمس انفور دول نمبر اللي احنا 8. مسمينهم الكبار الخمسه دول، يا جدعان يعرفوا كل حاجه وكل واحد فيكم. ربنا ياخدك، عمال اعرص لك من الصبح، مكتشف في الاخر يقول بإيه؟ لي ما اعرفش يا وحيد. عمال اعرص لك، عمال اطبل لك من الصبح، في الاخر ما اعرفش يا وحيد. اسأل. عندك هلالي رغم ان هو برضو بيبقى مختفي كده، بس تلاقي عارف الدنيا كلها هلالي. طب اسال مين؟ انت شايف كيلاني؟ كيلاني عندك كيلاني وعندك ربيع وعندك حسين وعندك هلالي. الراجل اللي انا بدور عليه يا جدعان، المفروض ان هو كسبان جايزه، والشركه بتكلمه ومش عارفه توصل له، فراح قايل لي خد انت حاول توصل له واديله الجايزه. فده دلوقتي بقى جزء من شغلي، فانا مش عارف اوصل للراجل ده، وطلع دي امي عشان اوصل له بقى اكتر من اسبوع ومش عارف اوصل له. بعت له رساله في اللعبه على الاكونت اللي الشركه بعته لي، ومفيش واحد ما بيردش عليا ولا بيفتح الاكونت اصلا تقريبا، فمش عارف. والله عايز اقول لك الحقيقة ان احنا ممكن نعمل الاكونت فيك ونقول لك انا باشا. لا، ما هو فانت تقولونا بالاي دي برضه مش بالاي دي. يقول لك لا يا باشا، ده مش انت تنصب علينا ليه؟ اسمه طيب وعلي لالا، معاهم كل بعتلك البيانات. اكلاني، ايوه يا عم معاهم كل البيانات. بعتلك اكلاني على الديسكورد، عايز اعرف ده مين. بس المفروض كده قاعد على الترابيزه دي كنت سابق. ايه هو اللي خالص، تعرفه ولا لا؟ خمسة هيروح يدور اصلا في الليست. يا سلام، ده يا عنده لسته. وحيد انت فيس. بطل يا عبد الرحمن عليك، خلاص انت، بطل لا يا عبد الرحمن. لو خلصت لي الحوار ده بالله عليك، عشان وجع دماغي بقالي اكتر من اسبوع بيها. لو خلصت لي الحوار ده معانا بنلاقي الحلاوه. نرمي بقى، نرمي معانا فلاشتين ومعانا فول اوسات وتغذيه ودلع، معانا دلع. فلفل هاوس. يا سلام مع حلاوتك، حلاوتك. يا حلاوتك يا حلاوتك. طب انا شايف نعمل لعبة صناديق تاني ولا نعمل ايه؟ عشان مش واخد بالي. مش صناديق تاني يا اعمل جدعان، صح. ولا انتوا عايزين ايه؟ شوف انتوا عايزين ايه، ناخد رأي الناس برضه. عايزين صناديق تاني ولا نوزع كده توزيع الاكواد اللي فاضل لنا وبتاع، ونقفل اللايف؟ احنا كملنا ساعتين يا دكتور. عايزين صناديق ولا نوزع توزيع هبل كده عشوائي خلاص؟ احمد عيسى من الاكونت مين ده يا جدعان؟ حاسس ان انا شفتك كتير بس مش فاكرك بصراحه. احمد عيسى انت اكونت مين يا صاحبي؟ أحمد عيسى على الديسكورد. اه طب مين أبو عيسى؟
لا انا فاكر اكونت اسمه احمد عيسى كان على الفيسبوك بس. يبقى في ديسكورد. توحيد انا عارف اوصل للراجل، مش اللي انت كنت بعت لي الصورة على الفيس عند ربيع؟ لا لا ده واحد تاني، ده شخص، ده شخص غير ده. التاني ده كنت عايز اكلمه عشان مصلحة بس بيني وبينه كده، كنت عايز يعمل لي حاجة، وده اللي جايز عايز يستلمه. يا نهار، حرام عليك. ده طب ما شخص وده شخص يا تقولي جدعان، بس عادي كل يوم في شغل، حقيقتك. فلما بقدر اخلي اخواتي يساعدوني في الشغل ايه، انا اتعب نفسي ليه وانا ادور ليه وانتوا عارفين بعض يا جدعان، احنا كلنا اسرة مع بعضينا. شلبي كريم عمدة ده كسبان كود ولا لأ؟ معاك كود بطولة يعني؟ كريم عمدة؟ لا مبروك يا كريم، مبروك يا صاحبي، مبروك يا يلا يا صديقي. عمدة، خلاص يا عمدة، مبروك. أنا في واحد شاكك في أمره بس على الديسكورد، والله لو مش شاكك فيه كنت خلصت خالص وقلت لكم مين اللي كسبه كمان على الديسكورد. شكلي بقى ايه، هندخل معاكم في البطولة ولا ايه؟ بص انا ده مش عارف انت انت صح ان انا اكسبك ولا لا، هيقول لي انت بتكسب ستريمر وانت عارف ان هو كده كده هيشارك وهياخد كود، مش عارف هتبقى صح ولا، بس يعني انا انا مش حابب عارف، تكترين انا كنت بكده، صاحبي. بص انا بقول، قول لخالد عايز كود عشان اشترك في البطولة بكرة، هيقول لك ماشي مش هكلمك، انت ستريمر عيب بقى، عيب بقى. لا وحيد يا عم، انا عارف، انا كلمته قال لي، هو صدمني قال لي ازاي ده، انت اكيد هتبقى موجود. قلت له بقول لك انا عندي مشوار وفرح وليلة. قال لي بص ساعتها هنشوف كده يعني، انت ونصيبك. قال لي لا بس خلاص يا عم، لو كده هنشوفك لو طب رحت انا تخلص مشوارك. قلت اسيب بس اسامي الكسبانين عندك انت في الشات، بس ايه ده، الخمس تنفار ايه اللي العبط ده؟ هو كسبوا بكره يوم، هو بكره السبت ده يوم 11 احمس في ايه ده بكره. انا عندي المشوار اللي انا نفسي اطلعه، وعندي بكره شغل. ايه النيله دي؟ اسامي الناس اللي كتبت على الديسكورد يا جدعان، الكود بتاع الاشتراك مسابقة ال 20000، محمد صلاح الراجل المحترم ايه اللي ده، ايه معانا ده، من زمان، احمد عيسى، محمد ماندو، وكريم عمدة، وكاترينا، 4-3-2، رغم ان انا ما بحبش كاترينا بس يلا. دي اسامي الرجاله اللي كسبت الكود بتاع اشتراك بتوعه بكره ان شاء الله على ال ديسكورد. يا غبي يا ابن ولا انت غبي، ولا ده عادل مين عادل؟ عادل تاني؟ غبي اقول لكم غبي، برضه مش بكره يعني تدي يا له جدعان، حاجة الناس اللي والله. ما كسبتش النهارده ما تيأسوش يا اخواتي، ان احنا بكره ان شاء الله قبل البطوله هنوزع كمان 10 اكواد زيهم، فيا رب بكره ما نتغبش زي النهارده عشان نكسب، يا رب يا رب ربنا يستر علينا كلنا. الغبي غبي والله، والله غبي يا ابني، والله غبي، الله يتعبني اقسم اعصابي، بالله والله غبي. تعبني اعصابي يا عم والله. نفس كمية الغباء اللي عملها دلوقتي عملها مع شابتر امبارح. يا لهوي، حاسس ان انت انا ما عايز ابرق، تتعلمش. عايز ابرق له اقول له انا مروح لحسابك معايا والله مش عارف اقول له ايه. والله الناس الحلوه بقى اللي معانا احمد على الفيسبوك عيسى، اللي مشت، الناس اللي مشت عبد بتمشي يا جدعان. الرحمن، عبد الرحمن بيقول لك احمد عيسى هو محمد صلاح. طيب دي قله ادب بقى، المخبرين اشتغلوا يعني، دي قله ادب بس وبيأكد اقول عليه كلامه سيلفستر اللي هو اتش. دي قلة أدب. أنا بقول الراجل المحترم وأنت ما تمام أنت عايزين توقعونا في الغلط يا جدعان، مش عارف ليه، مش عارف ليه أنتوا يعني ليه مش عارف. محمد بدري كده كده، محمد بدري معاه كود صح أكيد. لا محمد بدر مش معاهم، ده ملوش معاه علاقة بيهم. كود، معاه كود اشتراك ولا لأ؟ مش عارف، انت معاك كود يا بدر؟ محمد بدر انت معاك كود اشتراك يا صاحبي في البطولة بأمانة، لا مش قول معايا. والله، قول والله، قول والله، ها ها خلاص انا مصدقك. لا يبقى ده هنشيل، غلبان من ضمن الناس الغلابة اللي طلعت متأخر. اسم الاتنين كده، احنا هنعدل بقى على الكومنت ده، نعدل عليه نشيل لا اسم، كويس ان انت ما بعتش لحد. نشيل احمد، نشيل محمد صلاح ونشيل احمد عيسى عشان الاتنين طلعوا ايه. ايه ده، استنى يا اتش، انت مش معاك اكواد بجد؟ ده انت اصلا فشخ الرسايل بتاعت الصفحة كل شوية، انا عايز كود وكسبان كود وعامل كود.
فاضل لي واحد تاني، انا مسحت الاتنين، انا كان فاضل لي واحد بس تاني اكسبه كود من على الديسكورد. هنعمل لعبة صناديق يا صاحبي، احنا كسبانين لازم نعمل لعبة صناديق نختمها ايه بلعبة حلوة كده، بس لقيت التفاعل عندي مات على الفيسبوك فممكن اقفل مش عارف. يا الساعة وحيد كام؟ أهلا. هنشوف دلوقتي الساعة كام ان انا دلوقتي هشترك قدامكم. مش عارف، مش لاقي حد يا جدعان يكون محترم كده معانا على الديسكورد نكسبه ولا يخرب بيسكورد. يا شباب بيقول لي علي ناصر، ايه ده؟ هو علي ناصر انت علي؟ ما انت معاك يا ربيع يا اسطى، والله العظيم لو بعت لك اكواد وانت كسبان ومعاك كود قبل كده انا اللي هعتزل شغلة صعبة، مش مستاهلة والله. يعني النهارده خلوها تعدي وبكره كده كده مش هيبقى فارقه، محدش هيلاقيها، بس النهارده عدوها لي كده عشان بيراجعوا هما، وبكره قبل البطوله هيبقى معانا 10 كوت كمان نوزع على كله. حلو كده الكلام، فيا ريت لو حد ندخل معاه كوت عجلة، يعرفني. ولو عجلة نكسة ما طلعش اسم يا عادل، اقسم بالله انت بتخر حنفية غباء، اقسم عادل بالله يا مبروك، ابني. عادل انت كسبت، عادل كسبت كوت بقول لك هدخل العجلة بثلاث اكونتات، ولو عجلة نكسة ما طلعتش اسم بقى. عادل مبروك، انت كسبت كود صح، بس كلمني بعد يا بار كلمني بعد اللايف بس، يعني عشان هزاك تهزيق يا دين امي، انت هتاخد تبلع شتيمه، انا انت هتبلع شتيمه، انا عفلاك. ما انا كسبان، ما انا كسبان. لا ده انت غبي غبي يعني. شيل دين امي يابا اسمه وشيله من الفريند، يا مش عايز ابن اعرفه راسي تاني. مصدع، يخرب بيتك. تالنت يالا شرب يا عم، يا دماغي خرب بيتك. دماغي. قول له يا شلبي علي ناصر، علي ناصر، علي ناصر بيقول لك ما مش معاه، سلفستر بيقول لك مش معاه. كلها ما بقتش معاك، كلها ما بقتش، انا اللي معايا. ايه ده مين ده؟ محمد، محمد ايه؟ محمد ممدو بيقول لك هو يشرب عملت وانا كومنت، وهو يتسد، عملت كومنت، كومنت متثبت. هو كله مش معاه. يا اتش، وانت ازاي مش معاك يا اتش؟ انت كنت معاه البطولات اللي فاتت، وطلع كام من بطولة كومنت الاول. متثبت، وعملنا هنا برضو ايه، نحط هنا عدد واحد لايك ونقفل في الثانية لحد ما الكلام ده كله رياكت على البتاع ده، نحط لايك ايه اعمل انت عملت اهو. ايوه يلا انا شفاف ولا ايه؟ انت هنا صاحبي طول عمرك شفاف، في 19 واحد بس اللي عملوا لايك على الفيسبوك، ناخد اسامي 19 ناس قنوع ندخل بيهم العجلة جنب الرجالة اللي هتعمل لايك على الديسكورد. وحلو قوي كده، اتعشت عشان برضه مفيش تفاعل، فاحنا مش عايزين. ايه يا جدعان، رحتوا ازاي انتوا ال20؟ ازاي وصلتوا ال20؟ ازاي؟ اخرب بيتكم، انتوا ازاي وصلتوا ال20؟ ازاي في تفاعل على الديسكورد اكتر من الفيسبوك؟ انتوا مجانين كلكم ولا في ايه؟ مالكم مالكم؟ يلا يا مجانين، بس انا بصراحة لو جيت للحق هو اللايفات على الديسكورد تبقى سلسة أكتر، الصوت بيوصل في ساعتها، الصورة مش متأخرة، الدنيا حلوة على الديسكورد. بس المشكلة إن هو لو بيحسب اللايفات بعد ما نخلص يشوف لي التفاعل عليها كام، ولا هتبقى زي الفل. لكن هنقول إيه؟ هنقول إيه؟ هنقول ايه؟ هنقول افتح اتش معاه كتير الكومنتات. يا ابني، بيقول لك مش معاه، عمال يحلف لك مش معاه. احلف ايه؟ ده مجوسي، ده بيعبد البقر، احلف زي ما هو يحلف، واحد بيقول لك مش عارف اتش. احلف زي ما يحلف، ده بيعبد كراسي الخشب ده مش يا بنام. عم كتير، هجيبهم منين يا جدع؟ انت داخل، بقول لك انت داخل كسبان بكل البطولات يا اتش، ازاي ما اخدتش يعني؟ شرب معاش تيكت؟ ايه ده؟ امال هو وزع يعني، يوزع على مين؟ اللي معاه خلص بصوا يا يعني، جدعان، محدش يطلب مني انا، مش بصوا يا انا اللي جدعان، بوزع والله يا جدعان. نبتدي من نفس تاني، الخوازيق، على نفس الخوازيق. صلوا بينا على النبي كده، عدينا لا الساعتين استنى استنى، وانا تعبت وعايز اقوم اعمل اي حاجه، تعبت. فاحنا بالظبط بالظبط هنسحب 10 اسامي وخلاص على كده، طلع لكم بقى ملايين، طلع لكم خوازيق انتوا ورزقكم، 10 اسامي، 10 صناديق هيتفتح من الاخر. يا رب ما انا اكون الاول يا رب. حسام محمد من على الفيسبوك، بالزجاجيل حسام محمد على الفيسبوك.
سلام يا شكلها محمد، حسام محمد. مش أي حاجة بالحب أنا عمري ما كتبته، إحنا بنسحب أهو يا ابني، هنسحب أهو يا ابني، أمال هنعمل إيه دلوقتي؟ الله يخرب بيتك. كتير. سلام محمد، أنت المفروض لسه عامل لايك يا صاحبي، يعني المفروض قاعد معانا في اللايف. ينزل لي الاي دي، اختار يا صاحبي رقم من 1 ل 50 وانت ورزقك هيطلع لك ملايين، هيطلع لك خوازيق، انت شوف حظك في الحياه عامل ازاي، جربه كده النهارده. اه حسام داخل بالاي دي، حسام داخل بالاي دي، مش بتهاون يا حسام، اختار رقم من 1 ل 50 يا صاحبي، رقم من 1 ل 50 وجرب حظك شوف هيبقى حظك. ايوه اختار رقم 10، اختار الرقم النجس اللي انا بحبه. اه 5 مليون، الرقم ده ما بيخيش والله، ما بيخيش، راجل محترم. قول يا سلام حس محمد، شلب كسب 5 يروق مليون عليه ده. والله وعطاني يا من عطل الاي دي. والله يا حمدي، والله يا حمدي، مش انا اللي بروق يا اسطى. يعني عندك المستر وحيد هو اللي مستر بيوزع. وحيد يا كانت نايت جريت. عندنا محمد، محمد لا مش محمد، ده ايه فيه ابو محمد، اه 17. محمد كريم عاشور. عاشور رقم 25، 25 قطمها من النص. وايه ده، الحمد لله ايه الحمد ده، لله، ايه بعيد ده، عني بعيد عني، ما هذا يا غريب. حد لبسه غيري، ابعت خازوق الاي دي ملبوس بتاعك مرتين. اصل انا محمد، ابعت الاي دي بتاعك وافتح صاحبي الاكونت عشان ابعت لك الخمسه من بتوعك، تستسمح وتسجل لحد دلوقتي. اه والله يا هلالي، انا لسه واخد الخازوق ده العجلة اللي فاتت. كاتورينا، هي ليه كله بقى، ليه كله كاتورينا، بقى احا؟ ايه احا؟ اسم مش مكتوب على محيط، والتاني يقول لك احا، ايه ده اسم مش موجود ليه؟ وفي كمية الاحا اللي انت مين هيقول احا؟ انا احب اللي يقول احا. فين هو، هو فين؟ شاورلي عليه، شاورلي عليه وانا عامل مع هو فين؟ اختار رقم 22، الراجل المحترم اللي بيلعب هوبا. ايه 10 مليون خسارة فيك، يلا كسبان تيكت وكسبان 10 مليون ومش عارف كسبان كام كده، وجهز كام بالاي دي انت يا جدع محرات، يلا خد يا عم 10 مليون يا عم، احنا هنبص فين؟ لك فيهم. ايه ده وحيد قلبي يا حبيبي، ده خد يا عم 10 مليون اهو بنفس الراضي، تكسب بيهم على طول على طول اخويا. أخويا، ايوه اخويا، متقلقش بس. عمال يكلمني يا اسطى، وبعت لي سكرين كده. لا هو ممكن يكون صوته فيها والله، بس انا مش عارف. ماشي، يقول لي والله أبدا، عارفي باي. والله انه عارف، والله ما اعرف، بس الرقم متسجل باسمه وهو كان قبلها بيوم شاتم، فليه ليلة الأدب دي؟ هو بعت لي السكرين ان هو ما الله ورا اللي ايه؟ هو بعته الكلام، هو مش كاتب، مش عامل حاجة. حاجة وصلت، اوه هبقى ابعت لك ابعتها لي يا اللي باشا. بعته لي. 44 وكسبت يا صديقي 10 مليون. ابعت الاي دي، ابعت الاي دي على طول عبدو. تعال نشوف الراجل المحترم اللي اسمه حسام ده بعت الاي دي ولا لا، حط اسمه وحيد، الناس اللي عملت بعتها لايك بس لك، لو حطيت اسمها. انت كنت نايم بقى، دي مشكلتك بعت انت لك صغير. واتس. لا لا متقعدش واتس، مش قادر ماسك. ماشي، فين طيب، فين يا محمد حسام؟ انت كسبان 5 مليون وكنت عمال تبعت الاي دي، قلت لك ابعت اختار رقم من 1 ل 50، اخترت كسبت، بطلت تنزل الاي دي اللي انت كنت عملت سبام بالاي دي، نزله يا صاحبي عشان ابعت لك الملايين اخيرا. ايه ده؟ هو انا النوت بات عندك؟ هو حاجة زي كده كده. محمد احسن، محمد انا كده بعت لك 5 مليون، والراجل المحترم اللي اسمه عبدو احمد المفروض ان هو كسب 5 مليون ولا 10 مليون، مش فاكر كسب كام، كسب 10 مليون ولسه ما بعتش الاي دي على الديسكورد، اسمه عبدو احمد اللي هيك 10 مليون. مين يبعت الاي دي مع كنسله؟ انا ذاكرتي تعبت من ان افتكر اسامي والله. بعتها لك. زقزوقه، زقزوقه طلع ابو الزقازيق، اختار ابو الزقازيق صندوق، ابو الزقازيق اختار صندوق يا شيخ العرب. عين الواد اتش. انا كده كسبان النهارده سحبة سندي، وكسبان كود بكره للاشتراك في بطوله ال 20000، ودلع دلع. لو بعدين ايه يعني الواد اتش؟ يعني بص، عمال يحسد اللي عمال يكسبه،
والعجلة مرتين وبتاع، هو اسمه مش عايز يجي. 40 وربنا يسترها. 40 40 40. ابو الزجازيك، اوه ايه، اوه يا ابو الزجازيك حبيبي، في كام صندوق؟ فتح 1 2 3 4 5، فاضل 5 تنفور، اختار صندوق كمان وبعد كده اوريكم ازاي تشاركوا في البطولة. واروح انا بقى انام عشان مش قادر، مش عارف ليه جاي معايا بنوم النهارده. وبابا المجال نقول له يلا براتويس ايوه، المجال. شفتك خلاص يا عبده، خلاص يا عبده، ما انا كنت على الفيسبوك يا صاحبي، باجي على الديسكورد لما يبقى في كسبان من على الديسكورد. احلى 10 كويس كده. مليون يا صديقي. بابا المجال وينك؟ يا مجال بقول لكم يا جدعان، يا معلش مجال هحطها في اللايف، في حاجة، في مشكلة، يا احمد اسماعيل، سلام، هحطها في اللايف يا جدعان. ها، روح في روح مشكلة كده، وهكلمكم على الديسكورد بعد ما اخلص، هجيلكم تاني على الديسكورد اكمل التوضيح. خلاص روح.